مش هكمل لنا بقية الحكاية؟ يا خبر، ولاد حلال. ايوه طبعا هكمل. انا كنت بقرا جزء مهم قوي في الروايه. احنا وصلنا لفين بقى؟ لغاية لما جدوا عليك معرض الكتاب. ايوه صح يا دودو، صح، وصلنا لفين. انا بقى كنت صحفيه مغموره، اشتغلت سنين طويله قوي قوي صحفيه، بس ما حدش كان عارفني لحد لما الكتاب نزل. وبعدين ولا قبلين، لما الكتاب نزل بقيت مشهورة قوي، والناس بقت تشاور عليا في الشارع، وبقيت اطلب في برامج في التلفزيون. هتقولولي ايه التلفزيون؟ هقولكوا جهاز كده بس اندثر خلاص. واكيد جدو علي كان فرحان. جدو علي كان مبقوق. قولنا ليه كان مبقوق؟ قولنا يا انا، قولنا والنبي، قولنا والنبي، قولنا. حاضر هقول لكم. تعالوا في حضن، تعالوا 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 عشان احكي لكم. تعالوا. طبعا كان فرحان، خصوصا بعد ما اشتريت جزء من الشقه اللي جنبنا وغيرت ديكورات الشقه. كل ده طبعا كان من فلوسي انا. حاولت على قد ما اقدر ما اقصرش في شغل البيت واحتياجات علي والاولاد، وكان دايما يقول لي خلي عنك يا انجي، ولا يهمك يا حبيبتي. انجي يا ست، انجي يا ست هانم، بقالي ساعة بنادي عليكي. في ايه يا علي؟ في ايه؟ مش شايفني؟ عندي مكالمة على الهوا على التلفزيون. في الحقيقة أنا سعيدة جدا، سعيدة إن الناس كلها عجبها كتابي، وخصوصا الستات. ردي عليا يا هانم. في ايه يا علي؟ بقولك على التلفزيون على الهوا، اسكت شوية. هو التلفزيون أهم ولا جوزك؟ أنا أسفة يا هالة، أسفة قوي، معلش، شوية أمور عائلية تحاكي الواقع. المشاهد يحب يعرف تأثير كتابك على حياتك الشخصية، وخصوصا رد فعل جوزك. يا خبر أبيض، جوزي؟ هو أنا في زي جوزي؟ جوزي صحفي زميل، راجل متفتح، هادي الطباع جدا، وفي الحقيقة بيشجعني قوي، وعايزني أكتب جزء تاني. أنا عايز الجزء التاني من الشراب ده. ايه يا علي؟ الجزء التاني من الشراب ده ابنك اخده وعمله كوره شراب. انا مالي؟ بتتخانق معايا انا ليه؟ يا ستي سيبك من البرامج والتلفزيون وخليكي مع جوزك، بدل ما اخلي الجزء التاني من حياتك اسود. معقول يا فندم شكل جوزك بيزعقلك؟ جوزي لا ابدا اطلاقا، ده جوز الجيران بيتخانق معاه عشان مش لاقي فرده الشراب. قلتيلي الجزء التاني. في الحقيقة أنا محتارة الجزء التاني كنت أكتبه عن إيه، لحد ما قررت أن أنا أكتبه عن الست المصرية. والحقيقة لقيت أن الست المصرية جوزها بيحترمها وبيقدرها، وجوزي علي، جوزي علي هو مثال الراجل ده. أي نجاحات للجورنال هي نجاحات لينا كلنا، بفضل اجتهادكم وشغلكم. وبعدين الوصول للقمة صعب، لكن الأصعب بقى هو الحفاظ على القمة. اتفضل. طبعا يا فندم طبعا، احنا نوعدك نفضل دايما على القمة، ويعني النجاحات دي كلها بسبب توجيهات حضرتك يا أستاذ جميل. لا 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 يا أستاذ إنجي، ده بفضل اجتهادك وشغلك. أستاذ في ايه؟ وقت التواليت دلوقتي؟ لا تواليت ايه؟ مش تواليت خالص استاذ. ايه نمبر 2؟ نعم. انا كمان اشتغلت مع حضرتك، انا معاها اشتغلت. ايوه عارفك. طالما انت معاها بقى اتفضلي روحي جهزي نفسك علشان الوقفه. العيد جه؟ مش معقول. امتى والله؟ لا عيد ايه؟ امال ايه الوقفه اللي على سلم نقابه الصحفيين، الوقفه الاحتجاجيه. الاستاذه انجي هتغطي الوقفه هناك، وهتاخد لك اكتر من صوره علشان ندلع الموضوع. يدلعوا ازاي يعني؟ اتحازم ونرقص؟ لا دي وقفه تانية خالص. الوقفه ايه الوقفه دي؟ الوقفه. طب انا هقوم بقى عشان احضر نفسي للوقفه. شفت يا انجي، كاميليا اتغيرت خالص بعد ما اشتغلت معاكي، بس كل ده بفضل توجيهاتي. لا بفضل ان مفيش حد غيرهم بقى يشتغل في الجورنال. توصلي ايه؟ علي يقصد يا فندم ان طبعا بعد الموقع الجديد التكليفات والشغل زاد علينا وكاميليا، وهو قصده يعني ان حضرتك تزود التكليفات ليه شويه. لا انا عايز التكليفات تقل من عليكي انت شويه. والله انا ما اشتكيتش يا علي، خليك في نفسك. اه
قصد سعادتك بقى انك عايز تريح مراتك. لا انا مش عايز اريحها، انا عايز اتلم عليها، انا ما بقتش اشوفها غير وهي نايمه. يا كذاب والله العظيم ابدا يا فندم، انا ما بنامش اصلا من ساعه مكتبها نزل وسعادتك كلفتها بشغل الجورنال الاضافي، وانا بتحايل عليها تاخد اجازه بدون مرتب وهي مش راضيه. انسى يا علي مش هيحصل، وشغل البيت ورعايه الاولاد مين هيعملهم؟ والله يا علي لو انت شايف ان انا مش واخده بالي من بيتي وولادي خلاص خد انت اجازه بدون مرتب وخلي بالك منهم. على اخر الزمن الرجاله هتغسل وتطبخ. ايه يا استاذ علي ومالهم الرجاله اللي بتطبخ؟ احسن شيفات في العالم رجاله. وبعدين الظاهر بقى انك بقالك كتير ما اكلتش من ايديا. اصل علي يا استاذ جميل عايز يمارس دور الذكوري ويعمل عليا سي السيد، اه وابقى انا امينه وابقى جاريه تحت رجليه. الحل الوحيد عشان الست دي ما تتطلقش في ايدك انت يا جميل. في ايدنا ازاي يعني؟ ارفدها يا جميل. هو ده علي اللي انت قعدت تتحايل عليا ان اجيبه الاجتماع وانه هيبقى كويس وكفاءه؟ اسفه انا غلطانه فعلا يا استاذ جميل، بقول لحضرتك ايه؟ ارفده. خلاص يا انجي ارفده ارفده، بس انتي روحي الوقفه بتاع سلم النقابه بتاع الصحفيين. يلا حاضر. بس وعدي ترفده. ايه بقى انجي انت عارفه؟ بس مش قوي ها، مش قوي. مش قوي ازاي؟ مش عارفه اتصرف. ماشي يا علي ارفده شوي. يعني ايه؟ كله منك يا جميل. ارفده بس بالراحه، يعني اقول له انت مر فوت. مش هنسلم مش هنطاطي، مش هنسلم مش هنطاطي. لا عنف ضد المراه، لا عنف ضد المراه، لا عنف ضد المراه، لا عنف ضد المراه، لا للتحرش، لا للتحرش، لا للعنف ضد المراه، لا عنف ضد المراه. يلا يا كاميليا انا خايفه، انا خايفه يا انجي، انا خايفه. المسيرة هننتهي هتبدأ، هيطلعوا على سلم النقابة. ندي بس بسرعة. لا بس بجد أنا خايفة. لا يا إنجيلا والنبي، مش هنسلم مش هنطاطي، مش هنسلم مش هنطاطي، مش هنسلم مش هنطاطي. لا عنف ضد المرأة، لا عنف ضد المرأة، لا عنف ضد المرأة، لا عنف ضد المرأة. صوتنا لازم يوصل، صوتنا لازم يوصل. يا إنجي إنجي أنا قلقانة قوي، الوضع مش مستقر هنا والأمن مش مستتب والخضار ما بيتغسلش والغسيل ما بيتنشرش. اهدي 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 يا كوكي. في ايه يا حبيبتي؟ أنا فاهمة أنتِ متوترة ليه؟ يا ماما مفيش أي مشكلة، أنا وأنتِ هنثبت وجودنا، بس أنا صورك كام سيلفي وأنتِ تصوريني كام سيلفي، وبعد كده ما نطلعش على سلم النقابة ونروح لبيوتنا. يا سلام. أيوة الهدوء اللي أنتِ فيه، أنتِ مش فاهمة حاجة، إحنا في وسط المظاهرة يا إنجي، إحنا لو أي بوكس جه خدنا هنروح في 60 ده يا إنجي. يا بنتي فلا الله ولا فالك. وبعدين بقول لك إيه، إحنا جايين واقفين في وسط وقفة نسائية، وقفة رقيقة، وقفة ناعمة، إيه اللي هيحصل يعني؟ أنتِ مش فاهمة حاجة، أصلاً حسين منبه عليا لو شفتي مسيرة بس. حلو كده؟ لو شفت اي مسيره حتى لو في طرق بيتنا يعني امشي واسيب بيتنا. حسين هينفخني، عايزين هينفخني. بقول لك ايه، حسين ده ما بيشتغلش غير انه بينبه نبه نبه، هو شغال منبه وبس. بقول لك إيه؟ ايه كلام الرجاله لا بيودي ولا بيجيب. انت مش فاهمه يا انجي، انا خايفه لحسن يكون في طرف تالت مندس في المظاهره يسخن المظاهره نروح في 60 داهيه. مندس في المظاهره وطرف تالت؟ يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها مندس ولا في حاجه اسمها طرف تالت. إيه؟ وما تقوليش كده قدام حد لان الناس ممكن تضحك عليك. انا ما عملتش حاجه، انا بريئه بريئه بريئه. يا العدل يا العدل، انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه. هاجي لك يا كوكي، هجيب محامي واجي لك يا كوكي. يلا هاتها معاك. تجيب مين؟ لا 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 حضرتك انا مش عايزه عنف، بالراحه افهمك. بس يلا خدها خدها. بلاش عنف بلاش عنف حضرتك، بلاش عنف. هيعدمونا ولا هي انجي؟ استني انت كمان، هو حضرتك اكيد في طرف تالت سخن ما بيننا، مش انا قلت لك كده؟ ايوه ايوه في فتاة، مش انا قلت لك برضه كده؟ اه قلتي لي، جاتك خيبه. اعدام يا انجي، انت لابسه احمر يبقى اعدام. Thank you.
فندم، طمام يا فندم، عسكري بلبل جاهز لأي مهمة أكلف بيها. هو فين؟ هنقبض عليه. فين العمود؟ العمود سلمناه للحي. يخرب بيت غبائك، فين عمود الأكل؟ أيوة فندم المؤاخذة، عمود الأكل. ماني رحت زي ما حضرتك قلتلي، رحت البيت جرست جرس الباب. جرست جرس الباب؟ أيوة فندم جرست جرس الباب، محدش رد علي، فضلت واقف قدام الباب نص ساعة. لو وقفت قدام باب نص ساعة ليه طالما محدش رد عليك؟ الواي فاي بتاعكم يا فندم سريع قوي. يبقى انت هات اللي بتشطب الباقة. لا والله يا فندم. انت بتحور عليا يا له. يا فندم ما بحورش، انا قعدت اخبط 10 دقايق يا فندم محدش رضي يفتح، بحسيت الامنية يا فندم، فهمت ان محدش جوه الشقة. ولما محدش رد عليك ما اتصلتش بالمدام ليه؟ دي حاجة تروح على رجل المباحث يا فندم. اتصلت، واحدة غريبة ردت عليا في التليفون، قالت لي هذا الرقم غير موجود بالخدمة. شكيت، قلت لها ازاي؟ قالت لي برجاء ترك الرسالة بعد سماع الصفارة. اه، وسمعت الصفارة؟ لا انا ما سمعتش الصفارة. اه طب اتحور عليا. لو كتاب الله يا فندم، لو طمعان في لسان العصفور انا ممكن اسامحك، انما ايدك لو اتمدت على كباب الحلة هفرغ دفن فوخك. لو كتاب الله يا فندم طمعان ايه؟ ده انا العسكري بتاعك، ده انا يوماتي ادوق الاكل لا يكون سمنك ولا حاجة. ايوه ساعات بتحصل في المسلسلات التركي. ايوه يا فندم. يعني نهايته مفيش عمود الاكل النهارده. أيوة مفيش عمود اكل يا فندم. ده انت ليلتك سودا النهارده معايا. امسك. النضاره دي اصلي؟ الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا برجاء ترك الرساله بعد سماع الصفوان. أنا سمعت الصفار. اخرس! حضر يا فندم، تمام يا فندم. ماشي يا كمال. ماشي. تمام يا فندم. طابور الأرض جاهز بره يا فندم. أنا عايزين ننفخه من الناس اللي بره دي. أمورنا يا فندم، تحب نعمل إيه؟ هقول لك. أنت أول ما تشوفني بشرب كوباية الشاي بصوت كده أهو، تقوم نازل فيهم ضرب على طول. هو فندم فهمتك كأنك ولعت الولاعة، يعني السيجارة بالولاعة، فهم؟ بالظبط كده. يا سلام عليك أبو التفانين يا حسين بيه. يلا ندهم لي بسرعة. دخل لي يا ابني طابور العرض. يا حلاوة يا حلاوة. فضل يا حسين باشا. خلق العكرة دي انا شفتها فين قبل كده؟ دي كاميليا مراتك يا حسين. ازيك يا حسين؟ كاميليا. مفاجأة مش كده؟ دي مفاجأة جميلة. لا ابوس ايدك يا حسين، اوعى تشرب كوباية الشاي بصوت يا حسين. وليه يا كاميليا؟ هو ده وقته؟ اشرب اشرب يا باشا براحتك. لا يا حسين، من غير صوت يا حسين. اسكت، انت مش فاهمه حاجه. لا فاهمه بقى، مش وقت اتيكيت دلوقتي. ده انت هرياني في المكتب، صنافور بيشرب طول النهار. سيبي الراجل يشرب براحته. اشرب اشرب بصوت يا استاذ بشار. ابوس ايدك. لا بلاش صوت يا حسين. ولما انت خايفه كده ايه اللي وداك المظاهرات يا كاميليا؟ انا قلت لها بلاش مظاهرات ووقفات يا كاميليا. ساعات بيبقى في طرف ثالث مندس بيبوظ العلاقة الجميلة بين الشرطة والشعب. أنا عملت. اخلصي. حاضر يا حسين. تروحي المظاهرات يا كاميليا وما تعمليش لجوزك عمود الأكل بتاعه بتاع كل يوم. اخص عليكي يا كاميليا، اخص عليكي. زي أنا قلت لها يا فندم كتير 100 مرة، قلت لها اوعي يا كاميليا تنزلي معايا في أي شغل غير لما تخلصي عمود الأكل بتاعها. حسين باشا. اخرس. حاضر يا باشا. اتغدى ايه النهارده انا بقى؟ يا خبر ابيض يا فندم، ده انت تؤمر. انت بس خرجنا من هنا، ده انا هعمل لك قهوه ميت كتير تنور شارع جامعه الدول العربيه كله. بجد؟ ايوه.
ثانية واحدة، وتعملي عكاوي؟ يا خبر، بص حضرتك، هو انا مش بعرف اعمل عكاوي، بس انا ممكن اشوف حد يعملها. حط جوزة التيب بقى. خبر ابيض. اخلصي خالص. ايه؟ يا بتاعت زوجة مفروسة. ها؟ سيك بيعزني قوي يا كاميليا. قوي قوي. ده انا بعزك عز. ماشي. عسكري نبيل. امرك يا باشا. خد الاتنين دول وانزل بيهم الحجز وروقهم. حجزي لا يا حزين والنبي، حجزي لا يا حزين. يا نهار اسود والمرمطوكي، قلم ده ولا فيش؟ يتروقوا بقى. لا وين حجزي يا حزين؟ الله يخليك يا حزين. لا اتحايلوا عليا انا اصلا. اخلصوا زي ما قلت لك، يتنفضوا خصوصا دي. ده طلع بعزين انا. ياما راجعلي من الاسم يا هانم. ده بدل ما تقولي حمد لله على السلامة. ادي اخرة مأموريات الجورنال يا ست البيت، مراتي بقت سوابق. في ايه يا علي؟ كنت في الشغل والحمد لله جت سليمة. كنت في الشغل؟ وايه اللي في وشك ده؟ ختم النجاح وسام الكفاءة. لا ده اسمه ضريبة العمل. وبعدين عادي يعني، بتحصل، ممكن اي صحفي في اي ميدان يتعرض لاي اصابة. اصابة ليه يعني؟ متجوز رمضان صبحي؟ وبعدين عمل لك ايه يعني ظهورك في التلفزيون؟ ولا حاجة. ليه خد قروش ليه يا علي؟ انت هتطبخي بيهم بعد كده؟ لا حرميهم، امسك بس. خدي على الارض. مامي ناي الصبح حبايبي. ايف يا ايه اللي عمل فيكي كده؟ مفيش حاجة، معلش بقى، اعمل ايه؟ يا مامي حاسبي في حاجات بتتنطر منك، حاجات سودة صغيرة كده، هي مش نمل بس هي قرصتها وحشة قوي. قرصتها وحشة ومش نمل، دي اكيد برغيت يا مامي. برغيت؟ يا لا لا لا، دي شكلها صراصير. يا صراصير، خذي يا مامي والنبي هروشي، هروشي مش قادرة. هروشي معلش، هروشي جامد هروشي. هروشي يا مامي القرف ده. قرشي كويس يا مي. يا مي انا مش قلتلك تستحمي؟ حاضر هستحمى يا سلاسة. قدامي حاضر هستحمى. يلا يا الولية اللي انا متجوزها دي. يما انا جرالي ايه؟ انا كده انا لوتة كده؟ تسيبيني لوحدي بقى بعد الحب والعشرة اللي عمري ما حبيتهم لك خالص دول؟ تسيبيني كده ألون؟ ما أثرتش فيك التضحيات اللي أنا ضحيتها عشانك؟ الإنجليش اللي كنت بتعلمه ده ووصلت فيه الليفل 1 كان عشان خاطر مين؟ مش عشان أشرفك؟ الفلقة بتاعت راسي دي يا منالوت، فاكرها كنت بعملها ليه؟ مش عشانك يعني؟ أنا كنت مبسوط بيها مثلا، في الاخر سبتيني ورحتي تعملي ايه؟ رحتي تعملي ايه يعني؟ رحتي تشتغلي في قناه غربيه دوبلاج كرتون، رجعتي لاصلك كرتون يا منالوتا كرتون. ردي عليا. ما بترديش عليا ليه؟ ردي عليا. ما ترديش ليه؟ هلاقي فين تاني في حلاوتك ولا في جمالك؟ عارفه انت ليه ما بترديش؟ عشان انت اصلا صورة. انت صورة يا منالوتا، صورة. انا اسف. ما تزعليش مني، خلاص اجيب لك حاجة تشربيها يقطع البرد وسنين. انا هسيبك دلوقتي وراح اخد حبايتين كونجستال بعد إذنك. بابي هو أنت بردان ولا إيه؟ سلام يا أخوي، دمك خفيف قوي. اسمعوا، لو
لا قدر الله حصل والاهلي جاب جون وقعدتوا تهيصوا وترفعوا الاعلام وتعملوا الشويتين بتوعكم دول، انا هحرمكم من المصروف وهديكم بالجزمه. بالجزمه؟ بالجزمه. ده اسمه ظلم. ايوه ده ظلم. احنا في بيت ديمقراطي. بيت يا اخويا؟ ديمقراطي. مين قال لك كده؟ انا عارف كده، وكل واحد من حقه يشجع الفريق اللي بيحبه بكل حريه. وبعدين اشمعنى انت معاك علم الزمالك؟ ايوه بس عمري ما رفعت ولا رقصت بيه زيكم كده من ساعه ما اتولدتوا. اوعى يالا اوعى هتطرف عينيا. احنا من ساعه ما دخلنا الدنيا واحنا على طول بنتفرج معاك على ماتشات الاهلي والزمالك، وانت عمرك ما كسبتنا ولا ماتش. ايه ده الماتش بدا؟ يا خساره. كنت عايزه اتفرج على ريبورتاج عملته من كام يوم، بس مش مهم الماتش اهم. أيوة اهم. اهلي اهلي بلاش شغل الاهلاويه ده، هتقعد تشوشر عليا لغايه ما يجي فينا جول وتاخدين التوك. يا سلام، هو انت بتلعب معهم وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ جول الريبورتاج بتاعك اهم. اهلي اهلي يا ولد يا ولد يا ولد. جون 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 يا رجاء. جون ايه ايه خلاص، ما انا عارفه انه جون جون جون. ايه الحكايه يعني؟ سمعت الزيطه بره والهيصه، عرفت ان الاهلي جاب جون. انا عارفه انه جاب زفت جون، لكن ايه ده؟ انت ازاي دخلت البيت وانت لابس الجزمه؟ انا منظفه سجاجيد. اسمك ايه دلوقتي؟ انا داخل سمعت زيطه بره وهيصه، عرفت ان الاهلي جاب جون. الاهلي؟ طب وانا مالي؟ الاهلي يجيب جون وانا يتحرق دمي وانظف البيت من اول وجديد؟ انا عارف انك انت مستعده تموتي نفسك وتنظفي البيت وتمسحي البيت، بس الزمالك يكسب مره مره، صح؟ يا سلام، يعني انتوا تجيبوا جوان وتفرحوا وتهللوا وانا اتهد حيلي وانظف سجاجيد من اول وجديد؟ انا عارف انك انت من جمعيه سنظل اوفياء والزمالك قادم. ايه ده، انا ما اعرفش انهم قادمون بسرعه كده. اما اشوف مين على الباب. ايوه 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 ايوه. شد حيلك يا رجاء. شد على الله يا علي. بس الماتش لسه مخلص، وإن شاء الله هنعوض، ويمكن يمكن نكسب. لا مش باين، مش باين أبدا يا علي، الماتش باين من أوله. طب ممكن أخش أتفرج معاك عشان الولية الحرباية مراتي دي عمالة تغيظ فيا بالصبح بعد ما جيت جون ومخلياني مش عارف أركز. تعال تعال على الأقل يعني ناخد بخاطر بعض. تعال سندينا يا رجاء. سند إيه؟ أنا قادرة أمشي لوحدي. سمير، انت ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي معادك هنا؟ وبتعمل ايه في الشقه دي؟ ايه كميه الاستغراب والاندهاش ده؟ واحد قاعد في بيته وانت داخل علي، انت اللي عايز ايه؟ مفيش، انا جاي اقعد مع مراتك شويه، بس لو اعرف انك انت هنا ما كنتش جيت على فكره. معلش يا علي، ما تزعلش نفسك ابدا، الحقيقه أن هو جه على غفله، ما كنتش عارفه انه هيجي بدري كده. الله الله الله، ده انا بتقرطص علنا كده. الله. لا انا ما بقرطصكش، انت اللي مكبر الموضوع. يعني عايز تقعد مع مراتي لوحدكم وتقول لي مكبر الموضوع؟ ايوه، ما انا وهي زملكاويه يا اخي. يس يس يس، اي جات ات. زملكاويه اقوله كده. بس يلا اقعدوا بقى، اقعدوا، انا قاعد اتفرج عليكم وانتوا بتتقطعوا. علي تحب تشرب ايه؟ يعني بقالي 40 سنة متجوزك، عمرك ما قلتيلي تحب تشرب ايه؟ هاتيلي ميه بسكر، ده احسن حاسس ان روحي بتتسحب. يا مسلي يا مسلي يا مسلي. جول، اهلي جاب جول. لا اوف سايد اوف سايد. ايوه اوف سايد. ايوه ايوه، الحكم ده قابض. جول جول اهو. الراجل ده الراجل ده قابض قابض. عشان نشوف الجمهور عامل ازاي. نفسي نكسب مرة. ابقى قابلني وساعتها هتشوفوا الوش التاني. يس
ذاكروا وبطلوا دعوات. انت اللي بطل تشجع كوره وشجع الاهلي بدل ما انت على طول زعلان كده. خليك تفرح شويه. بلاش استفزاز يا سولي، لما الزمالك بيكسب ما بعايركمش على فكره. نفسنا تعيرنا، احنا نفسنا تعيرنا، بقالنا 13 سنه متجوزين يا علي، مفيش مره الزمالك كسب فيهم الاهلي. ما انت وليا وش فار. انا فار يا علي؟ ايوه وش فار. من ساعة ما اتجوزتك من 13 سنة والزمالك ما كسبش مرة واحدة بس. الله يرحم ايامك يا حسام حسن، وعموما سنظل اوفياء. نفس الكلمتين الحمضانيين اللي بتقولوهم بعد ما تخسروا كل ماتش. سنظل اوفياء وقادمونا من الخلف يا شيخ اجري. يلا يا مامي. يلا يا حبيب مامي. من تلت شمال من هز جمال جاي بقى على صوت يشجع الابطال. فريق كبير، فريق عظيم، ادي له عمري برضو قليل. فريق كبير، فريق عظيم، ادي له عمري برضو قليل. يعني جدو علي طلع زملكاوي؟ للاسف اه. وازاي باباك يوافق يجوزك واحد زملكاوي؟ هو ما كانش موافق يا دودو، كان هيطرشق من جنابه، بس انا السبب. كان شرطه الوحيد عشان يوافق على الجوازه ان ما حدش يتكلم مع العيال في الكوره ولا يلعبهم بيها غيره هو بس. وقبل كتب الكتاب خلى جدكم علي يحلف على مصحف انه مش هيتدخل في الانتماء الكروي للعيال في المستقبل. استاذ جميل مش هسيبك، عايز حلاوه الفوز. يا سامح يا سامح، ما هو لو كل مره الاهلي يكسب فيها حد للناس حلاوه فوز، يوه ده انا كان زمان فلست من زمان. ليه وحضرتك فاتح مصنع حلاوه؟ حلاوه فوز مصنع حلاوه. ايه خفه الدم اللي انت فيها دي؟ طب والنعمه ببقى مبسوط طول ما انت مبسوط يا استاذ جميل. يا ابني تكسفني. بص عموما الاهلي طول عمره مفرحنا. هو صراحه مفرحنا كلنا طبعا. استاذ جميل آه. عايز اقول لك حاجه. ايه؟ انا كاتب شعر وعايز انزله في صفحه الرياضه. شعر في ايه؟ شعر في الاهلي. تتكلم بجد؟ ايوه. انت بتكتب شعر؟ اه. سمعنا. فريق كبير اه، فريق عظيم، ادي له عمري وبرده قليل. ايه انت اللي مقلب ده يا سامح؟ او النعمه وبتحلف بالنعمه. طب خلاص خلاص يا استاذ جميل. هنألفه فريق كبير، فريق عظيم، ده معروف. والله يا كاميليا انا كنت حاطه ايدي على قلبي، كنت خايفه مرعوبه حسين ما يرضاش ينزلك الشغل تاني. يا اختي يا انجي، يا اختي يا اختي يا اختي، ده رجع امبارح والعفاريت بتتنطط في وشه. يا سلام، كل ده ليه؟ عشان نزلتي معايا حيالله مأموريه؟ لا طبعا، كل ده علشان الزمالك خسر من الاهلي. لو النبي ايه ده زي البيه بتاعي بقى. لا 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 لا، مفيش ابدا حد زي حسين ده، الا حسين. لو الزمالك خسر يا نهار ابيض على اللي بيحصل. ده امبارح واحد جارنا حبيبنا اهلاوي عادي قال له هارد لك، لبسه قضيه شغب. اه ده مجنون بقى. انا اصلا لا بقبل الكوره ولا بحب الكوره ولا عايزه الكوره، وكرهت الكوره لما اتجوزت حسين. انتوا برضه قاعدين برضه تتكلموا عن الكوره عن الكوره، صدقوا انا ما بفهمهاش الكوره دي ولا اعرف حاجه فيها خالص. انت مين سالك اصلا؟ اصل استاذ جميل قايل لي اكتب مقاله عن الماتش وانا ما شفتوش اصلا. يا سلام، ما تشوف يا اخويا في الاعاده. ما انا لو شفت الاعاده مش هفهم برضه، انا عارف نفسي. في يا سامح ما تفهمش ايه؟ هو فيلم هندي؟ دي كوره يا حبيبي، ماتش 1 2 3 هوبا جون. انا مش فاهمه انت جايبه على عفش ولا ايه؟ لا جاي في تاكسي يا انجي، انا اكتب عن اي حاجه الا الكوره. خلاص بقى ما تعرفناش يا سامح، وافقت تتهبب ليه وتكتب في الكوره لما انت ما بتعرفش تتنيل وتكتب في الكوره؟ الله. ايوه خلاص بقى. اخص عليك يا كاميليا، الجلاديم طلعت. خلاص يا سامح، ما تزعلش يا سامح، اكتب في السله يا سامح، او الكره الطايره يا سامح، او كره السرعه يا سامح، او كره اليد يا سامح، او كره البنج البنج يا سامح.
أو كورة الفنج فونج يا سامح. فنج فونج إيه وبنج بونج إيه؟ أنتوا بتشعطوني لبعض ولا إيه؟ بقول لكم أستاذ جميل قلقت في الصفحة الرياضية، عامل لي اختبار، فاكرني أهلاوي زيه، أرجوكم ساعدوني، ساعدوني أعمل إيه؟ ساعدوني أعمل إيه في إيه؟ أساعدوني إزاي؟ يعني أنت ينفع تبقى ما تفهمش أي حاجة في الكورة وعايز تمسك الصفحة الرياضية؟ أمال أمسك إيه؟ أنت بتزعق فيا يا سامح؟ انت اخرك تمسك ديلك في سنانك وتقوم من قدامي دلوقتي فاز. انت اتحولت ولا ايه؟ انجي انجي والله انا كنت شايفة انه كان ممكن يمسك العاب القوة. صح، ممكن يمسك الرمح ولا القرص ولا البرص ولا الجلة ولا القلة. يا سامح، جماهير تستحق الثناء والتقدير. جماهير الزمالك، لاعبين يستحقوا الثناء والتقدير. وارجع تاني اقول مجلس اداره بخاري وخمسي، بخاري وخمسي. مش قادر اصدق الشوط التاني قرب يخلص والاهلي خسران. يا ستي احنا بنلعب لاخر لحظه. يا انجي الفرقه بتاعتنا مش فورمه خالص النهارده. طول عمركم مش فورمه يا حبيبي، وبعزلك برضه بتكسبوا ازاي؟ مش عارفه بيكسبوا بالتحكيم. لا بيكسبوا بالسحر والاعمال. يا سلام، وما كسبناش ليه النهارده؟ السحر اجازه؟ لا احنا عملنا سحر ولعبناكم سحر لساحر. الزملكاويه كسبانين بقى، هيقعدوا يرغوا، هيقعدوا يرغوا. 20 ثانيه احنا مش بنتكلم غير بعد صفاره الحكم. من امتى انتوا ما عندكوش غير الكلام؟ واحنا مش هنرد عليكم الا في الاخر خالص. احنا اصلي رحنا رياضيه قوي 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 وحلوين قوي قوي قوي. رياضيه قوي قوي وكلها حنيه. ايه ده يا شعبان؟ في ايه القلش ده؟ مش مستحملاك دلوقتي، اقعد لنا في حته ناشفه. كاس الزمالكاويه البيضاء، الزمالك بطل كاس. يا حرام والله، يا حرام حرام. لعب زهر زمالكاوي 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 زمالكاوي. ايه الاحداث ده؟ كانكم عمركم ما شفتوا مكسب. الله الله. عادي عادي يا حبيبتي عادي، الاهلي قادم. واحنا بقينا نقول كده دلوقتي علينا ولسه. في ايه يا علي؟ اقعد عشان بابا متضايق كده. طب بابا متضايق؟ طب زمالكاوي زمالكاوي يا زمالكاوي يا حته مني زمالكاوي عمري. اقعد بلاش حركات العيال بتاعتك دي. يا سلام، ما انت طول عمرك كنت بتعمل حركات العيال بتاعتك دي لما كنت بتكسبه. في ايه يا علي؟ احترم نفسك وانت بتتكلم مع بابا. في ايه انتي؟ فرحان؟ سيبونا نفرح بقى مره. ايه هو الكاس ده طالع من عينيكو؟ ده انا من ساعه ما اتجوزتك والزمالك ما كسبش مره واحده. يا نحس نحس. انا نحس يا علي؟ طب واستحملت كل ده مع النحس ليه؟ ما تطلقني. اه لو انت جدع صريح بقى طلقها، ولا جوزها واحد اهلاوي اصيل. اه بروح جوزها ايفونه. طلقها طلقها وهجوزك واحده زملكاويه اصيله. بقى كده يا جوجو؟ بقول لك طلقني يا علي، طلقني. طب روحي وانت طالع يا انجي. ما تصلوا على النبي يا جماعه، ده ما كانش ماتش. طلقتني؟ طلقتني يا علي؟ انجي انت نمتي؟ طيب انا كنت هقولك على نمايه هتبقى حديث مصر كلها، بس انت حره بقى. بجد يا علي؟ بجد نمايه ايه؟ اوعى تكون بتقول كده بس بتضحك عليا عشان تصحيني. يا بنت اللذينه، يعني اول ما اقولك نمايه تقومي على طول؟ Thank you.
خسارة. انت نمتي؟ امال مين اللي هياكل معايا صينية عيش السرايا اللي بالقشطة؟ ما راح احطها في التلاجة بقى. لا استنى، تلاجة ايه؟ هيت خلاص. حاضر، مش هنسى يا ست، هجيب الرنجة وانا جاي. مع السلامة يا حبيبتي. مع السلامة يا ام ستي. ايه ده؟ انت دخلت هنا امتى وازاي؟ لسه حالا كده من غير اذن؟ ما انا خبطت وانت اللي قلت لي ادخل. ودخلت؟ لا انا يعني انا وانا بتكلم انت كنت موجود وسمعت الرنجة و... لا شكل الواحد كده عقله ما بقاش فيه. انا خلاص تعبت. الله يقطع الجواز على الستات على كل كليلة. امين يا رب العالمين. انت كنت جاي عايز ايه؟ انا كنت جاي طالب اجازة. اجازة؟ ليه ان شاء الله؟ الناس بتاخد لما تتجوز اجازه شهر للعسل، انما انت مطلع عايز اجازه ليه بقى ان شاء الله؟ والله يا جميل اعتبره شهر عسل برضو. انا طلقت يا جميل، طلقت، عايز اسبوع واحد اجازه. اسبوع؟ ليه؟ هتعمل فيه ايه؟ اعيط. هتاخد اجازه اسبوع عشان تعيط؟ دموع الفرح يا جميل. دموع الفرح؟ يعني هو في حد يبقى لسه مطلق وياخد اسبوع علشان يعيط؟ ده انت راجل من حقك تحتفل. وانا هحتفل. عيد جوازي انا وانجي فاضل له يومين، هسميه عيد الندم، وهقعد طول اليوم اضرب نفسي بالجزمه. كان لازم اضرب نفسي بالجزمه من زمان. يا ابن المحظوظه يا علي. عايز اسبوع صيانه واعاده تاهيل. صيانه ليه يا علي؟ لما ارجع من مركز الصيانه هبقى اقول لك صينت ايه يا جميل. ما هو انا اللي حصل لي مش شويه. هو ايه اللي حصل لك يا علي؟ سوء استخدام. ما تتخضيش يا اختي، بس حسب الله جوزي. مامي ممكن؟ لا مامي، بقى عايزين نقلب الفيلم ده. قلت مليون مره لا. خشوا العبوا في اوضتكم. يا مامي الفيلم ده وحش قوي ومخيف. يعني يا مامي بعد ما كنتي تتفرجي على افلام رومانسيه واغاني الحب دي فجاه تقلبي كده على رايه وسكينه؟ خلاص، من النهارده مفيش رومانسيه، من النهارده رعب وبس. طيب ماشي، شغلي لنا فيلم رعب بس يكون اجنبي. مش انتوا ولاد علي؟ يبقى من النهارده مش هتتفرجوا غير على رايه وسكينه. على فكره احنا ما ينفعش اصلا الاطفال اللي قدنا اصلا يتفرجوا على الحاجات دي زي كده. يا سلام، من امتى؟ من امتى يا ابن علي؟ ده انت تاكل العفريت. ايوه يا اختي، بامين. مامي هما ليه كانوا بيقتلوا الستات؟ عشان هبل يا حبيبتي، عشان هبل. مش فاهمه ليه كانوا بيقتلوا الستات؟ كانوا مفروض يقتلوا الرجاله، حتى ساعتها كان كل الستات وقفوا جنبهم، واحتمال كانوا يدوهم جايزه نوبل. مامي هما بيقتلوا ليه؟ عشان كانوا يتنيلوا يسرقوا. انت مش فاهمه، كانت هم نيله في قبلهم. ليه ما كانوش بيخطفوا الرجال عشان يقتلوهم ويخلصونا من شرهم؟ بس من النهارده هيبقى في رايه وسكينه جديده. انا رايه وسكينه. يا ولاد حد يفتح الباب. سولي ثانية واحدة يا كيمي،
ايوه يا مامي في ايه؟ كك مول لما يشحترك، انت مش سامع الباب؟ ايوه سامعه بس بكلم كيمي على التليفون. يا سلام، هي هتطير ست كيمي بتاعتك دي؟ افتح الباب وبعدين ابقى اكلمها. هو انا كنت الخدام بتاعكم؟ خدامي قليل الادب؟ روح افتح الباب بدل ما عاملك. يوه اشمعنى يعني ما قلتيش لمي؟ يوه والله انت واد ما تربيتش وانا بقى اللي هربيك. حبيبي ياسر. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل انها عيال ما تربيتش، فاكريني الخدامه اللي جابها لهم ابوهم. اهدي بس يا انجي، اهدي بس يا حبيبي. خلاص من النهارده كل واحد يخدم نفسه، الخدامه جابت اخرها. اهدي يا انجي، ما يصحش كده. الله، الهدوم ما بقاش ينفع يا حبيبتي، من النهارده هيشوفوا وش تاني، وش انثى العقربه المطلقه. اهدي بقى يا انجي، ما يصحش اللي انت بتعمليه ده. الله، قولي لي ما جيتيش الجورنال النهارده ليه؟ الجورنال؟ ما تجيبليش سيره الشغل خالص، انا في اجازه مفتوحه، انا خلاص نفسيتي تعبانه واعصابي تعبانه وعايزه ارتاح. اجازه مفتوحه؟ يعني انت وعلي هتاخدوا اجازه؟ علي كمان خد اجازه. ما تجيبليش سيره البني ادم ده خالص، سامعه؟ ولو كنت جايه النهارده علشان تتكلمي عنه فتفضلي اطلعي من غير ما ترد. يا نهار اسود، يا نهار اسود، انت بتطردي صاحبتك؟ بتطردي صاحبتك الانتيمه الوحيده يا انجي؟ ده شبشبي. هاتي. ايوه بطردك، ايه رايك بقى؟ وانا ماليش صحاب وماليش اي حد، ماليش غير ربنا وروحي وبس. الهي تتقرص في حواجبك يا علي، حسبي الله ونعم الوكيل. يا سلام على عيشة الحرية، وبقيت في الجنة لوحدي. أخيراً أخيراً بقيت لوحدي لأول مرة من 13 سنة. أخيراً محدش هيقول لي اقلع الجزمة بره، أنا لسه منظفة. قال لسه منظفة؟ قال، وهي أخيراً هتنظف جيبي بس كل شهر. حافظوا على نظافة البيت يا أولاد. هي فين نظافة البيت دي اللي هنحافظ عليها؟ ما البيت طول عمره زريبة. أنا طالع عيني في الشغل ونظافة البيت من الصبح، النهاردة هناكل أي حاجة. ما احنا كل يوم بناكل أي حاجة، مش عارف كانت بتودي مصروف البيت فين دي. ده أنا ربنا نجاني. شريف ده عايز ايه دلوقتي ده؟ الو علولي، هاو ار يو مان؟ اهلا يا شريف. اهلا يا حبيبي. انت فينك يا علو؟ محدش شافك يعني من يوم الماتش، كنا عايزين نحتفل سوا. من يوم الماتش؟ هو انت ما تعرفش حصل ايه بعد الماتش؟ لا عرفت، ما انا عشان كده بتصل اطمن عليك. بقول لك ايه، ما تيجي تقعد معايا بدل ما انت قاعد فوق لوحدك وانا قاعد هنا لوحدي، وانت عارف ان مانالوتا سابتني، فبدل ما انت قاعد لوحدك وانا قاعد لوحدي ما تيجي تقعد معايا، عشان انا ما بحبش اقعد لوحدي. يخرب بيت رغي اهلك، لا انا عايز اقعد لوحدي. طب علوة، بقول لك ايه، انت هتتعشى ايه؟ هتعشى سمكه سنجاري ورز صياديه. ويت، مش رز الصياديه ده اللي هو بيبقى في بصل وبيتحط عليه لون احمر رد كده يعني؟ تقريبا. ليه؟ طب اصلا انا قلت نحط عشاي على عشاك، وبدل ما انت تتعشى فوق لوحدك وانا اتعشى هنا لوحدي، وانت عارف ان منال سابتني، فبدل ما تتعشى لوحدك وانا اتعشى لوحدي، وانت عارف ان انا ما بحبش اتعشى لوحدي. وانت هتتعشى ايه؟ فول حراتي فانتاستيك. لا مرسي، انا هنام خفيف. جاتك القرف؟ فول حراتي وانا ناقصك؟ يا حبيبتي انت طول عمرك قويه. لا يا انجي، انا مش عاجبني اللي انت فيه ده خالص. معلش يا كاميليا، معلش، العيال مجننني. فين الشاي يا مي؟ خلاص يا مامي بعمله اهو جايه. يا حبيبتي انت العيال طول عمرك مجننينك، بس بالطريقه دي عمري ما شفتك مجنونه كده. اهدي شويه بقى. مش بقى اعمل ايه، تعبانه. مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ افتحي الباب يا مي. ما تخلي سولي هو اللي يفتح، ما انا بعمل الشاي. سيبي اللي في ايدك وروحي افتحي الباب وبعدين ارجعي كملي. اه يا قلبي، مش كده ابدا يا انجي. تعبت تعبت. شاي اهو. مفيش غيري في البيت ده ولا ايه؟ يا قليلة الادب، ما ترديش عليا عشان انا ممكن اسيب لكم البيت وهج. ما خلاص بقى، خلاص بقى، تعبتي اعصابي. ساعة واقف على الباب. ايه ده شعبان؟
اهلا يا شعبان، خير؟ ايه ده؟ ايه ده يا شعبان؟ استاذ شعبان امشي انجرن، ده ستك. ستي انا؟ ستي انا انجي. انجي ايه يا ست انجي؟ مالك؟ الف سلام عليك. انت عندك صداع ولا ايه؟ ايوه معلش شويه صداع. الف سلام عليك. الله يسلمك. خير يا شعبان؟ ايه الحاجات دي كلها؟ لا دي شويه تموين كده لزوم المعيشه يعني عشان تشهيصي انت والعيال. انا ما طلبتش اتشهص، قصدي انا ما طلبتش حاجه. وانا هستناكي لما تطلبي. انا خلاص دلوقتي عندي مخ وبفهم، وبعدين انت من غير راجل وانا كل مفهوميه يعني وجار للجار. كتر خيرك، بس انا مش عايزه حاجه. وانا هستناكي لما تطلبي، ده انا كل نظر. مفيش، اتفضل. وانت ما جبتش كفايه ليه؟ تصدق يا شعبان انت لا عندك لا دم ولا نظر، واتفضل شيل الحاجات دي واطلع من غير ما ترد. يوه يا ست انجي، انت طبعك حامي عليا كده ليه؟ واحده واحده الكلام اخد وعطى. انت ما جبتش كاكا ليه يا ست كاكا؟ استني بقى دلوقتي، ما انت شايفه شعبان، شايف الباب اللي وراك ده؟ ايه اللي شايفه ده؟ انا اللي مركبه. صح، انت اللي مركبه، ما تخبطش عليه تاني. هتديني المفتاح افتح على طول؟ اطلاقا لا ابدا، اعتبر البيت ده مهجور. مهجور؟ اه. مهجور يبقى نأجره. شعبان انت بتقلش يا شعبان، صح؟ شعبان أمريني، لما حاجتك دي ونجر من هنا السعادي. انت طبعك حامي كده ليه؟ كلام اخده وعطى يا ست انجي. لا يا سيدي، مش عايزة حد يبقشش عليا. يبقشش ايه بس؟ يبقشش ايه يا انجي؟ ده ما كانش كاكا. استني، كاكة ايه؟ برهم اسود عليكي. ابقشش ده انت لو طلبتي لبن العصفور اجيبهولك ونعمل بيه رز معمر وناكله سوا 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 سوا. لا يا شعبان، لسه هتجيب لبن العصفور وتعمله رز معمر؟ جيب لها كاكا احسن. لا كاكا صعبة قوي بصراحة، وبعدين كل ده يعني محبة. اشمعنى؟ اشمعنى يا شعبان؟ بقولك محبة، ارفعي دي عشان تسمعيني، محبة. طب انا هقولك على حاجة حلوة قوي، ايه رأيك اصبغلك شعري احمر زي كابتن ابراهيم سعيد؟ ها؟ بلاش. ايه رأيك ادهن لك جسمي كله ابقى برتقاني زي تامر هجرس؟ بلاش. ايه رأيك بقى اطول لك شعري واربطه لك كده بونيتيل زي الفنان امير كرارة؟ لا انا عندي فكرة احلى يا شعبان. اموريني يا ست الستات. انا ممكن اعمل لك اهيبة حبيبتك واقعد عليك افطسك لحد ما تبقى شبه الكاكا. اهيبة؟ اه. طب استاذن انا الظاهر جيت فات من شو ناسب. سلام عليك. سلم لي على اهيبة. على ابو شكلك. كاميليا، كاميليا مالك؟ في ايه؟ هو في رجالة كده؟ في رجالة كده يدخل عليكي ما يجيبش حتى كاكا؟ اللي ينفع ابعتي لي رقمك في مسج عشان الكلام على الفيس ما بياكلش معايا. شكلها موسى.
لا يا لا يا علي لا يا علي. إنجي افتحي يا إنجي. هي بالرقة دي هتسمعي، لازم تقول لها يا إنجي يا إنجي إنجي. أعوذ بالله. حاضر جاية جاية. يا ركبي يا يما. حاضر جاية. إنجي افتحي يا حبيبتي. إنجي استني. الله إنجي ما تقومي تاكلي معنا يا حبيبتي. مش عايزة أكل حاجة، عايزة أنام وبس. هتفضلي مهزومة كده لحد إمتى يا حبيبتي؟ أنا مش مهزومة، أنا اتغدر بيا. والله أنا آسفة جدا إذا كنت أنا سبب في اللي حصل ده. مش السبب ولا حاجة يا كوكو، هو اللي ما صدق كان بيتلكك. بقول لك ايه يا انش، كل الرجاله يا اختي بيتلككوا لمراتاتهم، ولو كل واحده هتتطلق عشان جوزها تلكك لها كان زماننا كلنا متطلقين. ايوه لو ما كانش حصل النهارده كان حصل بكره ولا بعده. الرجاله كلها ملهاش امان. ما تجي بقى غلطتك انت، اللي كان لازم تأمني نفسك بنفسي، يعني تعملي زي مثلا اول ما اتجوزتي يوم كاتب الكتاب ما اديتش عبان على وصولات امان عشان يوم ما يفكر احباسه. والله برافو عليكي، انا بقى لو سمير عمل كده هقتله وورثه. انا مش فاهم يعني انتوا عايزيني اعمل ايه بالظبط؟ تعيشي يا حبيبتي، تتمتعي بالدنيا، تعيشيها بالطول وبالعرض زي ما هو عامل كده بالظبط ومفارفش، فاهمه؟ واول حاجه بقى تقلع القمطة بتاعت أم دجدج دي، جايبالك اكتئاب خانقاني الحقيقة. بس مريحاني. مريحاك انت وتعبانة انا، كلي. ماشي. ها؟ عايزة طعمية. عايزة طعمية بالقمطة؟ لا خدي بيضة أقرب لي، طعمية بعيد امسكي. يلا امسك، عايزة ايه؟ طعمية. طب ما توطي تاخديها. اديني أنا بيض عشان أعمل شعبية. خدي يا حبيبتي خدي. الطلاق ده حلو بشكل. خش على اللغة. خش على اللغة. ايوه الحته دي الحته دي حلو قوي. ايوه بس خش على القفا عشان شعبان بهدل. الله يا سلام. قسم وسمعني. انا نمت. مين دول يا مامي؟ دول اكيد الناس بتوع فيلم سيف العدالة. بصي اهو الولد ده شبه بروسلي. بس يا ولاد بطلوا قلة ادب، يلا روحوا على اوضكم ما تطلعوش غير لما ناديكم. طب مامي انا عايزه حد يعمل لي مساج زيكم. مساج ايه؟ انت لسه صغيره على الكلام ده. بعدين بعدين هتتجوزي ويطلع عينك. ادخلي. بقول لك ايه يا جوكو، معلش يعني اسالك سؤال كده بس من حقي اساله، هي الجلسات دي تقريبا كده بتكلف كام؟ جوجو دي نامت دي ولا ايه؟ جوجو. لا انا صحية صحية بس مكسلة ارد عليكي. يا حبيبتي عندك حق بصراحة. بصي يا حبيبتي بقى، الجلسات دي بالاعشاب بالزيوت الطبيعية. واللي واقفين دول جايين من الصين علينا كده دايركت. وكل واحدة مننا العملية دي بتتكلف 3000 جنيه. الواحد يعني اليوم ب 3000 ها؟ يوم ايه يا حبيبتي؟ كل نفر فينا بيتكلف 3000 جنيه. نعم 3000 جنيه؟ ايه؟ يعني احنا التلاتة ب 9000 جنيه جوجو؟ وتقولوا لي يا زمينة يا انجي علشان اخرجك من حالة الاكتئاب، امال لو عايزة تجيبي لي اكتئاب كنت عملتي فيا ايه؟ نهار اسود 3000 جنيه في سلطة بلدي؟ امال يا اختي لو كانت شيكن سيزر سلطة كنا دفعنا كام؟ انا اعرف. اشتغل يا ماما بذمه بقى. ها وانت كمان كمان اديله. أيوة. جامد. لا 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 يا 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 أكتر. مش قوي كده. لا يا ابني مش كده قوي. 9000 جنيه يا حبيبي مش كده. اشتغل يا بنت انا وديك تمسحي الشقه. هات يا بنت واخده 3000 جنيه احنا دافعين ثمنها الصلاه. طلع عينك بيض. هاتي اوعي تاكلي اللي كانت على مناخيري دي. كل الكلة اللي كانت على خدي دي كل جميلة دي اللي على خدي دي حلوة.
خلاص يا مستر، خلاص يا مستر، كفايه يا حبيبي. لا انت ما تبطليش، اديها بقى. والبتاعه دي ايه؟ ده تلاقيك قاتل بقى، يعملوا لنا دور شاي عشان نحبس السلطه. مش عارف مامي بتعمل ايه بره، فاكره نفسها كيمي كارداشيان، نفس جو الافلام القديمه اللي هي بتحبها. يعني ايه؟ مش فاهم. بابي سابها، يبقى لازم تبدا حياتها كلها من اول وجديد. شفت الحوار ده في مليون فيلم قديم وكلهم ساقطين. بس انا شايف مامي ان هي قاعده مع الناس سنين، ومش السنين دول اللي بيمشوا على الحيط. بيمشوا على الحيط ايه يا سوني؟ انت فاكرهم صراصير؟ دول دكاتره التجميل. طب هما جايين يعملوا ايه في مامي؟ جايين يصنفروها ويظبطوها. قصدك نجارين بقى مش دكاتره. بيقولوا ايه؟ شكلهم بيتفقوا علينا كده هيقتلونا. قد ممكن يطلعوا عصابة على فكرة، متنكرين بتوع مساج ويموتونا. وشي هيفرقع. ايه ده؟ يا 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 في ايه؟ في ايه؟ الايدين اتغيرت ولا ايه؟ مالك ايدك ضعفت كده ليه؟ اشتغل. هي مال مامي عاملة كده ليه؟ مامي؟ تقريبا بتعمل صنفره ودوق وبتوضب. يعني ممكن ترجع زيرو تاني ولا ايه؟ طول ما اراده الامل موجوده ان شاء الله هنشطب. وانا عندي اراده اقوم اضربكم انتوا الجوز بالجزمه القديمه. ايه ده؟ بتضرب مين؟ هي جوجو مش انتوا طبعا، العيال واقفين وراكم. عيال؟ ومفيش امل ان انتوا تفلتوا مني النهارده، ايه رايكم بقى؟ يعني بعد تعب السنين ده كله هتجري ورانا وتبوظي التشطيب السوبر لوكس اللي في وشك ده؟ ما يصحش، ما ينفعش. إلهي شطبوك انت وهي في يوم واحد، ايه رايكم بقى؟ انا لازم اهتم بنفسي علشان التعب اللي شفته مع ابوكوا. انا كنت مكبوته. امشي يا واد انت وهي من هنا، امشي. ادم اشتغل اشتغل اشتغل، يدوب 9000 جنيه. قوي قوي يا تشيت سرتا. لا 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 لا، ايه العسل ده؟ وايه الحاجات الحلوه دي؟ والجمال الصيني ده كانت فين الحاجات دي من زمان؟ موجوده بس ما كانش في حد لا بيبص ولا بيصرف. هو في حد صرف؟ طبعا انجي، انجي هي اللي عزمتني المره دي. الحمد لله. الحمد لله. ايه العفانه دي؟ الحمد لله ان انا وفرت لك. لا الحمد لله انها ببلاش. لا يا حبيبي مش ببلاش ولا حاجه، المره الجايه بقى انا اللي عزماها. انت اللي عزماها؟ والحاجات دي كلفت كام يعني؟ 3000 جنيه. ايه؟ 3000 جنيه؟ شويه مسامير وشويه مساج وشويه كركبه وكلاكيع ب 3000 جنيه؟ انا شخصا احب الست اللي ريحتها معفنه ومكمكمه. ياي ياي، ايه القرف ده؟ بقول لك ايه، الستات من حقهم انهم يدلعوا نفسهم ويخلوا بالهم من نفسهم، ما دام اللي جنبهم مش شايف ولا بيدلع. يعني كان لازم انجي تتطلق عشان تاخد بالها من نفسها قدام جوزها ومن تجارتها، تغيري منها كمان عشان انت كمان تعملي حاجات وحاجات، قوم جوزك ياخد باله منك انت عشان انت خدتي بالك من نفسك، وتفضلوا انتوا قاعدين تاخدوا بالكم من نفسكم واحنا مهريين. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما انتوا كده، انتوا الرجاله كده يا حبيبي، ما بتشوفوش غير تحت رجليكوا بس. طبعا، امال هنبص فوق نعمل ايه؟ تهرينا من فوق. اتهريتوا؟ ما هو انتوا كده يا رجاله، ما فيش فايده فيكوا يا حبيبي. الراجل منكوا يبقى خلاص وقع تماما، لابس نظاره كعب كوبايه وقراع واسنانه وقعت ومش قادر يقوم من مكانه. وتعالي شديني يا حبيبتي، تعالي سنديني يا روحي، وطول النهار بالفانيلا المعفنه اللي بيفضل قاعد بيها طول النهار في البيت، واول ما يشوف مرته صاحيه من النوم يبص لها يقول لها ايه القرف ده؟ مال شعرك منكوش كده ليه؟ ست عنوان الجمال. ومين قال لك بقى ان الرجاله عنوان العفانه والقرف؟ انتوا فاهمينها غلط. ايه ده؟ في حد جاي؟ شرف لما اشوف. Oh,
مين المزة دي؟ ايه يا سمورة؟ انا انجي. انجي؟ سولي يلا حبيبي قوم يلا ميويا مي سولي سول سول سولي قوم بقى يا حبيبي. يو بقى حسبي حسبي. بتعمل ايه؟ قوموا تعبتوني. يلا يلا حبايبي يلا يلا يا سولي ميوي يلا قوموا يا حبايبي قوموا يلا عشان نروح النادي. لسه بدري بقى ارحمينا. ارحمكوا ايه؟ احنا مش اتفقنا هنروح النادي كل يوم ونبقى رياضيين؟ انا يا مامي كنت حاسه ان الاجازه اللي انت خدتيها دي هتيجي على دماغنا احنا. اكيد يا مي ده جزائي اخد اجازه من شغلي واقعد في البيت عشان اهتم بيكوا، تعملوا كده؟ لا يا ست مامي، تاخد الاجازه عشان تهتم بنفسك مش بينا. بنفسي انا؟ ايوه يا مامي، حتى العرسان تكتر وطبعا تغيزي عالي. عالي؟ ايوه يا ست انجي، عالي جوزك. ولد، انت ازاي تتكلم معايا بالطريقه دي؟ عيب. ايه يا مامي الافوره دي؟ فيها ايه يعني لما يقول عالي؟ لا يعني ما يصحش يكلمني كده. وبعدين ايه ست انجي دي؟ انا مامي برضو. يا ست انا اسف يعني اول زعلك في كل الكلام ده ست انجي؟ لا يعني مش ست انجي بس يعني برضو عيب تقوله على بابي كده ما يصحش. لا ما فيش نوم هتقوموا يعني هتقوم. يلا 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 هتغلبوني يا ولاد علي. اسمع انا اجازتي هتخلص النهارده وبعد كده مش فاضي اعمل اي حاجه. خد الورقه دي فيها الطلبات، خلي شعبان يحضرها لك وتطلعها على فوق. وتشوف لي حد ينظف المزبله اللي فوق دي، يا ريت تجيب لي شغاله احسن. كل ده ما منوش مشاكل يا استاذ علي، لكن حكايه الشغاله دي ما تاخذنيش يعني. اشمعنى ليه اللي ما اخذكش يعني؟ يا استاذ علي انت دلوقتي راجل عازب، ها، وكفايه ان احنا سايبينك في العماره. ايه؟ ايوه، ازاي اطلع لك بنات الناس؟ يقولوا عليا ايه؟ يقولوا عليك، يقولوا عليك مغاوري. مغاوري؟ طب وايه الغريب في كده؟ طب ما انا مغاوري. انتوا واقفين متهببوا ايه؟ بص بقى، انت تشيل العربيه بتاعك دوت عشان نلاقي مكان لمدام انجي تركن فيه البسكليته بتاعه. ياه، يا ريتني كنت الكرسي بتاع البسكليته. شفتوها وهي راكبه العجله؟ دي شبه اسمها ايه دي؟ اسمها عربي يا اخويا. انتوا بتتكلموا عن مين؟ على العجله، على العجله، على العجله. يلا من هنا بقى بدل ما ارتكب فيكوا جريمه. هتعمل ايه يعني؟ انت نرف ليه يا علولي؟ ما تسيب الناس تنبسط. منه لله يا اخي، خرب علينا المود بتاعنا. يعني انتوا مش ناويين تمشوا؟ طب استنى بقى. ايه انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هديكوا بالجزمه. الجزمه دي مقاسها كام؟ 45. لا دي ممكن تاذيني تاذيني. 45 ليه يا اخويا؟ وانت ديناصور؟ يلا يا ولية يلا. تمام عليك، انت تؤمر. لا يا فندم، فهمت كل حاجه. انا هبعت اتنين صحفيين كده لابسين شيك قوي ومعاهم مصور، ياخدوا معاهم كام صوره، ياخدوا معاهم ايوه فين كام صوره كده، وبعدين الصحفيين يتكلموا معاهم ويفهموهم ان الحكومه متفهمه وجهه نظرهم وان في قرار صدر بالفعل. ايوه يا فندم،
انا عارف ان مفيش قرار صدر ولا حاجه. ايوه بس احنا ما نقول لهم كده نصبرهم. لا يا فندم، لا لا ما عليك تؤمر. ده انت لو حبيت ان احنا نفهمهم ان الدويقه دي هتنافس مارينا على اجمل مدينه هنعمل كده. ايوه فندم ايوه. لا الف سلامه، مع السلامه ما عليك. انت ازاي تدخل عليا المكتب بالطريقه دي؟ وانت ازاي تدي اجازه لانجي من غير ما تقول لي؟ انجي دي موظفه عندي يا افندي، انا حر اديها اجازه. روح يا ابني هات حاجه نظف الحاجات دي امشي. حاضر. وبعدين انت مالك مال انجي؟ انتوا بس سبتوا وقت ولا ايه؟ حنيت خلاص؟ حنيت احن مين يا راجل انت؟ انا ما صدقت خلصت. يا سلام، امال ايه اللي انت بتعمله ده يا استاذ جميل؟ انجي صحفيه مسؤوله عن صفحه وقسم وليها مقال، تقدر تقول لي مين هيعمل شغلها والمقال بتاعها هتعمل فيه ايه؟ يا سلام، المقال يا حبيبي هتبعته لي على الميل، والصفحه هتبعتها مع كاميليا، لان كاميليا هتبقى هي المسؤوله عن الصفحه دي في غياب انجي. ولا انت كنت فاهم ان احنا هننزل الصفحه فاضيه؟ يكون احسن. والله العظيم اخلص يا ابني وروح هات لي فنجان قهوه تاني لما الاستاذ علي يمشي الاول. غور، انا مش فاهم مين هنا رئيس التحرير. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا انجي الحلاوه دي؟ حلاوتي قوي يا انجي. وايه كل الرجال ملمون حواليك دي؟ لا لا يا بنت المحظوظه يا انجي، خلعت انتي ولبست انا كل الشغل. محظوظه. ايوه يا حسين. عايز من ايه يا حسين؟ ما اتصل ليه يا حسين؟ عندي شغل كتير يا حسين. مش شايف يا حسين؟ شايف يا حسين الشغل اللي ورايا؟ انت بتزعلي ليه وانت بتكلميني؟ ده انت ناقص تاخديه تحري. بقول لك ايه يا حسين، انا مش فاضيه لك. انجي خدت اجازه وسايبالي كل الشغل فوق نافوخي. خلص يا حسين. يا بنتي ده عايشه حياتها في الاجازه دي. انت شفت الصوره اللي رافعاها على الفيسبوك؟ اوف. ايه ده؟ ايه يا انجي الحلاوه دي؟ بتاعت النادي؟ اه شفتها. ايوه هي دي. شفتها كاميليا؟ شفتي انجي حلاوه ازاي وبقت مزه مزه؟ محظوظه. هنعمل ايه؟ دي كمان بعتلي شويه صور. ايه هايله، هبقى افرجك عليهم لما ارجع. يا بنت انت ما بتغريش عليا ولا ايه؟ هو انت متجوزين عشان توريني صور صحباتك؟ غيري كده واعمل زيه. حطي برفان، البسي، ها؟ اكيم وانت عسل. انت عايز اعمل زيها؟ انت اتجننت يا حسين؟ لعلمك بقى، انجي طلبت مني ان انا اروح معها الجيم واروح معها النادي وانزل اشيل شويه هدوم، بس انا اللي مرضتش. طب وليه مرضتيش؟ انت اتجننت يا حسين؟ انت اتهبلت يا حسين؟ انت عايزني اصرف فلوسي في شويه الهبل ده بدل ما اروح اشتري اكله حلوه ترمي بيها عظمك يا حسين؟ ما تصرفي يا كاميلي، انزلي اشتري هدوم واصرفي. لو هتبقي زي انجي في الصوره اصرفي، او على الاقل الواحد يشوف لهمين حلوين. يا سلام، شوف مين اللي بيتكلم يا اخويا. واثق من نفسك قوي، تقولش شارون خان اللي بيكلمني. ما تشوف نفسك يا حسين، بقيت عامل زي الكوره من كتر الاكل. يلا 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 يلا، باي باي، عندي شغل متلتل مش فاضي. يلا ماشي يا كاميل، لما نروح حسابنا. لما نروح انا فعلا بقيت مركز في الاكل وبس. فين ايام الشباب؟ ايام ما كنت جان. راح في زمن الشقاوة. يا حسين بي دايما على بالي. يا ابو البول عاش من سمع صوتك. داني في المطبخ انت يا غالي. ايه ده؟ دي مشروبك المفضل يا باشا، شوت هوكلت. ايه؟ شوت هوكلت يا باشا. ايه القرف ده؟ ده شبه الكبده اللي كلناها في البريك. للدرجه دي عاجبك يا باشا؟ عاجبني ايه؟ تشيل من هنا روح اعمل حاجه ثانيه. اعمل لك هوت شوكليت؟ لا اعمل لي هوت دوج. ده بتعمل ازاي ده؟ يلا نمشي من هنا. ليه يا باشا؟ امشي سيبني دلوقتي، انا متخانق ومتنرفز. اوكي يا باشا. بقى انا ماليش غير في الاكل يا كاميليا. ماشي. ما صحيح ماليش غير في الاكل. دايما فكرت اشرب شربت هوت دوج. وحشتني قوي يا نانا. انتوا وحشتوني اكتر يا ولاد. ازيكم؟
الحمد لله. امال ماما فين؟ اهلا 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 يا سياده. سياده يخرب بيت الزهايمر، اكونش عارفاها وناسيه. اهلا وسهلا يا حبيبتي، اتفضلي اقعدي. واقفه ليه؟ اهلا اهلا. ايه ده، هو ابوكوا ساب البيت من هنا واصحابه امكوا عمالين يرعوا فيه كده على طول؟ دي مش صحاب ماما يا تيتا. امال مين دي؟ يكونش طلق امكوا واتجوز واحده احلى منها؟ يا تيتا دي مامي. مامي؟ مامي مامي. ايه رايك، ايه رايك يا طنط سياده؟ يا اختي الحلاوه دي كلها، معقول الواد شافك حلوه كده وطلقك؟ ايه بقى في ده ما بيشوفش، ولا دي بقى حلاوه ما بعد الطلاق؟ جرى ايه يا ساده، في ايه؟ ما انت كنتي مظبوطه. يعني ايه؟ هو الواحد اصله ما بيحسش بقيمه الحاجه الا لما بتضيع من ايده. طب مش انا الاوان بقى بعد الحلاوه دي كلها انه علي يرجع لحضن ولاده؟ قوليلي، هو شافك وانت بالحلاوه وريحه البارفان دي؟ بصراحه يا سو كده كده بالظبط، يعني ما شافنيش، بس هو لمحني الصبح وانا نازله بالتريننج سوت وركبت العجله. عجله كمان؟ ده ايه ده كله، ده احنا اتنجرنا قوي. جرى ايه؟ في ايه يا ساده؟ في ايه؟ ما انت عارفه ان انا طول عمري رياضيه، يعني ما جاتش على العجل بس. انت ناسيه ان ابنك خطبني من النادي؟ وبعدين انا مش عارفه هيعمل ايه لما يشوفني النهارده في الجورنال، ولا لما يشوفني وانا طالعه على التلفزيون دلوقتي. طبعا ده بسبب الكتاب اللي ابني طبعهولك بفلوسه. بفلوسه؟ اه. لعلمك بقى، لعلمك يا سو، اهم حاجه الفكر، الفلوس دي تيجي اخر حاجه. طيب يا اختي، عامه انا مبسوطه جدا ان انت جيتي علشان تقعدي مع الولاد وانا مطمنه. ها، لازم امشي. لاف يو كيدز، باي سوسو. لا بقول لك ايه، مش المهم الهوا بتاع التلفزيون، المهم يا حبيبتي هوا القلب. فهماني يا انجي؟ سوسو انسي الحاجات دي خالص، ما عنديش وقت ليها. I love you. See you kids. بقول لكم ايه يا عيال، هي حلاوه امكم دي كوافير ولا دكتور؟ دكتور ايه يا تيتا؟ نومي بقت مزه كده من غير اي دكاتره. هي طبعا عملت مساج صيني وما بقتش تتعشى، وبقت تلعب رياضه، وبقت تغسل وشها. بقت تغسل وشها؟ لو كل ده كان جلخ. ابوكوا فين يا عيال؟ فوق. فوق بلا خيبه، عقبال ما يشيل الجلخ هو كمان. مش معقوله ابدا يا هبه، كفايه وسختي الارض. ايه ده وسختي يا حبيبتي؟ ما تخافيش انا برمي جوه الطبق ده، انا نضيفه فله. نضيفه فله بامرت ايه؟ بطلي بطلي في اللي عماله تعمليها دي. قولي لي جايه ليه؟ جايه ليه بقى؟ في حد يقول لحد انت جايه ليه؟ ده المثل بيقول لك لاقيني ولا تغديني، وانا اللي جايه ازورك. ودي زياره انت جايبها لي اهي؟ هات يا اقل حاجه تليق بيكي. انا قلت بقى يا بنت تصرفي وكلفي، وانا عندي كام جوجو، ده انت الغاليه يا حبيبتي يا روحي. بس انت لو ما بتحبيش الحاجات دي مش عايزه تاكلي براحتك. لا متشكره قوي. بقول لك ايه، ارغي ارغي. كنت جاي احكي لك عن انشي. عن مين؟ انشي. انشي قصدك انجي؟ هي اللي عملته. نزلي يا اختي الصبح، قالوا روح النادي، واخده لي عيالها في ديلها، وراكبه لي العجله، وعامله لي فيها روبي، وعماله تقدم. وفيها ايه؟ انا شفتها من البلكونه، شكلها زي القمر هي والاولاد. شكلها زي القمر؟ يعني انت عاجبك كده اللي هي عملته ده عادي؟ طبعا، امال ايه؟ يعني إيه، واحده عايزه تغير من حياتها ومن نفسها؟ تغير من نفسها؟ لا انا مش شايفه كده بصراحه، انا شايفه انه عيب، وعيب جدا. يعني لما رجالتنا يبصوا عليها وهي لا مؤاخذه كده سايقه ومقنبره، يبقى ايه الحل؟ الحقيقه بقى دي مشكله عندك انت، واذا كنت غيرانه منها قوي كده اعملي زيها. انا غيرانه منها واعمل زيها واركب عجله فاشر؟ تركبي ايه؟ عجله؟ والعجله ذنبها ايه؟ حرام عليك، العجله ممكن تستغيث. انت يا حبيبتي بقى تركبي توك توك، تركبي تريسيكل، تركبي دبابه. شكرا قوي، شكرا. انا اصلا اللي غلطانه، وانا فاكره ان انت هتنصفيني. انت عمرك ما نصفتيني، انت وهي كده، وانا اللي بينكم، انا اللي غلطانه ان انا جيت لك. سلام عليكم.
هاتي مش دي الزياره انت جايباها لي. هاتي هاتي هاتي. انا جايباها عشان اكل منها في بيتك، عشان انت اصلا ما بتقدمليش حاجه. معلش يا حبيبتي، كل بيتي ما يخرجش ابدا. اقعدي اقعدي اتفرجي معايا على البرنامج اللي فيه انشي. انشي؟ هو انا كمان هتفرج لها على برنامج؟ لا يا حبيبتي، انا هطلع فوق في حضن جوزي شعبول حبيبي، هقعد انا هو نتفرج على فيلم حبيبي نائما ونعمل فيها تايتانيك. سلام عليكم. استني استني، حبيبك مين؟ نائما. نائما؟ اه، ونعمل فيها تايتانيك. الله، اكيد هتاخدي دور الباخره. باخره؟ ماشي، شكرا قوي. ما تنسيش تبقي ترجعي الصوان. يلا مع السلامه. مش ممكن انشي. مساء الخير اعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم تحت الأضواء. ضيفنا وضيفكم النهاردة هي امرأة أصبحت فعلاً تحت الأضواء. ضيفتنا النهاردة الصحفية الكبيرة الأستاذة إنجي أحمد. أهلاً وسهلاً بك يا أستاذة إنجي. أهلاً بحضرتك وأهلاً بكل أسرة البرنامج وبكل السادة المشاهدين. شفت؟ شفت؟ شفت مراتك؟ صرف على نفسها شيء وشويات. دي بقت صاروخ. يا بنت صاروخ بس، دي بقت قاعدة صواريخ. ده أنا لما شفتها ما صدقتش إن دي إنجي مراتي. ومالك ملهوف عليها قوي كده ليه؟ أصلها بقت مزة قوي يا ماما. ده أنا ما كنتش متجوز إنجي، ده أنا كنت متجوز شلبي. خلاص رجعها لعصمتك وخليها شلبي تاني. أنت بتهزري يا ماما. أنا بقى بهزر لو فضلت قاعدة معاك. أنا نازلة عشان سايب عيالك لوحديهم. وبعدين انت مش صغير عشان اقول لك مفروض تعمل ايه. اتصرف. القصه طبعا ملفت جدا. فعلا مشكوره وسعيده جدا او سعداء كلنا بلقائك النهارده يا استاذه انجي. ده انا اللي سعيده جدا جدا بالحلقه دي، واتمنى انها تعجب زوجات مصر المفروسات كلهم. طبعا فرحانه باللي وصلتي له يا انجي، بس نسيتي ان بيتك مهدود وجوزك سابك، بس هو اللي خسران. انا رجاله كتير يتمنوني دلوقتي. كدابين يا انجي، ما انت طول عمرك حلوه. مش معقوله شويه التغييرات البسيطه دي تعمل في كل اللي حواليكي كده. مش معقوله شويه ميك اب على كام فستان يقلبوا حياتك بالشكل ده. بس انا اتغيرت وعلي لازم يحس بده. يا ترى هو مقدر التغيير ده ولا مطنش؟ انا مش عارفه. ما فيش غير ان انا اعمل له اختبار تاني. كل ده علشان جدو علي؟ عشان مين؟ جدو علي؟ لا، عملته عشاني وعشان خاطر ولادي وعلشان علي. يعني كان لازم يرجع البيت ونعيش في سعادة ولا ايه؟ ما كانش واخد باله من كل ده؟ لا كان واخد باله. جدك علي ده كان سوسة واخد باله من كل حاجة، بس كان عامل اهبل عشان كرامته مش سامحاله. امال ايه حكاية الاختبار التاني ده؟ قلتلي بقى يا دودو، جدك علي ما اتحركش غير لما خد الضربة القاضية. لما شافني في الجرنان وحس ان انا هضيع من ايده. ازاي انا؟ خضيتوني يا اولاد. حاضر هفهمكم. ازاي انا؟ انا قلبي يوقف كده. بصوا بقى اللي حصل. على كده يا سامي؟ اهو اهو. لا انا مش باينة الناحية التانية. اهو اهو. لا استنى استنى ركز. ايوه يلا انا. خدي خدي. الله الله، يلا بقى بوز البطة. هي حصلت بوز البطة؟ ما تيجي احنا كمان نتصور بوز البطة. اخرسي، انت عايزة بوز المعزة؟ انا ناقصك يا جماعة. وما تزعلوش نفسكوا، عادي يعني بطة معزة، المهم نبقى في حظيرة واحدة. ميرسي قوي يا جماعة، بحبكم كلكم. خمسة موا استاذة انجي، في واحد عايز حضرتك بره.
مش ممكن يا جماعة، المعجبين كتروا قوي، بعدين أنا مش فاضية. ما قالش هو مين؟ اسمه باسل، وكان يعرفك من زمان وانتوا في ابتدائي، بأمارة ما كنتوا بتلعبوا في الشارع كرة وانتوا حافيين. حكي على ايه يا هبلة انت؟ حافيين؟ مش فاهمة ده جاي يسيح لي ولا جاي يقابلني. خليه يتفضل. حاضر. أم حافيين عشان تعرف الأمل اللي كانت فيها لما كانت متجوزاني. خلاص مرسي قوي يا جماعة، كفاية لحد كده، كفاية اللي حصل فيا برا. يلا بقى كل واحد على مكتبه، أنا لسه قاعدة معاكم هنتصور بوز البطة وبوز القطة وبوز القردة، كل اللي بواز. يلا مرسي حانا وقت العمل. شكرا شكرا شكرا. افتكرتيني؟ باسل طبعا طبعا افتكرتك. ازيك عامل ايه؟ ازيك عاملة ايه؟ وحشاني قوي. الحمد لله، وانت كمان وحشتيني قوي. أحب أعرفكم بباسل، الملياردير الشاب، صاحب أكبر سلسلة فنادق في الشرق الأوسط، وزميلي من وإحنا صغيرين. أقدم لك يا باسل رئيس التحرير. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك. أهلاً وسهلاً. وحشتيني يا إنجي والله. وإنت كمان قوي. وأقدم لك دول زمايلي صحفيين. إيه؟ نسيتي يا سمينة هانم ولا إيه؟ ولا تحب أفكرك؟ بص بص، أهلاً وسهلاً. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا كاميليا القليوبي، انا انتيمه انجي. مكتبه اهو. بص كاميليا القليوبي. ايوه انتيمه. اعملي لي يافطه معموله. اهلا وسهلا يا استاذ باسل. ميسون زبائن على مكتبي. حضرتك متجوز؟ ميسون مش محرر ولا صحفي، زبائن على مكتبي. بعد اذنك بعد اذنك هنسيبكم بقى علشان تفتكروا ذكريات العمر. يلا يا علي، عايزك يا استاذ علي. في ايه يا تيتو؟ روح هات واحد ليمون اتنين شفاط. لا خليهم تلاتة شفاط يا انجي. عايزة اشفط معاك. وايه؟ واحد ليمون وتلاتة شفاط يا عسل. اهلا اهلا. ايه ده؟ ايه تيتو؟ انجي انجي ليه؟ عايزة ابوس انا كمان، ينفع؟ انتي انا اسفة قوي يا باسل، والله مش عارفة اقول لك ايه، في كائنات ملزقة، انا اسفة. اهلا. ايوه فاكره لما كنا بنزوغ بالمدرسه عشان نروح السينما. اه فاكره لما كنا بناخد فلوس الدرس ونروح نركب بيها موتوسيكلات. ايوه ايوه. وانت تقعدي تخمسي بالموتوسيكل قدام الميكروباصات. ايوه ايوه، كنت شقيه قوي انا. انت كنت شقيه جدا. طب فاكره لما كنا بننط من على سور المدرسه والجوب بتاعك اتقطعت؟ لا لا مسخره، الجوب اتقطعت؟ لا احلف اكيد طبعا، المدرسه كلها اتلمت. طب ليه في وشك كده واحكي لي عملت انت ايه؟ لا سيبك من انا، لا مش المدرسه بس، ده المدرسه والشارع والناس، ده كان موقف يموت من الضحك. اصل انجي لما اتقطع الجوب بتاعها كانت لابسه شورت بف. في ايه يا بس؟ في ايه؟ انت مش فاكر غير الحاجات الزفت دي، كلها ذكريات زباله. انا بقى مش فاكره اي حاجه من اللي انت بتقولها دي بصراحه. ازاي بقى؟ طب انا هفكرك. لا مش عايزه افتكر. هفكرك انا. فاكر لما الست الوالده ما كانتش بتبقى طبخه وبتيجي تاكل عندنا في البيت؟ كان يوم واحد بس يا انجي. ايوه هو كان بيبقى يوم واحد الست الوالده بتبقى طبخه وطول الشهر عندنا. تحب افكرك كمان لما كانوا الولاد بيدوك على نفوخك ويستحفقوك وانا اللي كنت بقف لك؟ ولا تحب افكرك كمان ايام الامتحانات لما كنت انا اللي بغششك علشان كنت خيبه بالويبه؟ خلاص 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 خلاص، ده حقيقي حقيقي. انت كنتي اشطر بنت، كنت اشطر بنت، موس بتاكلي الكتب اكل. ايوه كده. ايوه هي دي الحاجات اللي تفتكر. بس كمان لما كنا نسالك انت بتعملي ايه كنت تقولي مش مذاكرة، نايمة، مش، ما هو الواحد لازم يفتكر كل حاجة. ايوه ايوه برافو عليك، هي انت طول عمرها كده، ده لحد دلوقتي بتعمل كده. انا مش فاهمة، مش فاهمة ده ايه بالظبط؟ ده ذم ولا مدح ولا رتح؟ لا لا طبعا طبعا مدح يا حبيبتي، طبعا مدح. انت طول عمرك وشك خير عليا، كنت تغششيني وانجح واجيب درجات اعلى منك بكتير، وما تزعليش. عشان تعرف تعرف ان خيري كان عليك، وانت طول عمرك لا مؤاخذه يعني مستغل وواطي. عشان كده انا جاي عشان تشتغلي انت عندي. عندك؟ قصدي يعني تشتغلي معايا، يعني تيجي تمسكي عندي المكتب، تبقي انت مديره مكتبي وتمسكي
نائب المدير وبرضه تمسكي مدير العلاقات العامة. أيوة أنا هعمل كل ده، أمال بقية الشركة فين؟ لا هما موجودين، بس أنت هيبقى لك مركز بقيمة كده. أيوة يا باسل، بس استني شوية، أنا لسه ما كملتش العرض بتاعي. على فكرة أنا امبارح شفتك في التلفزيون، كنتي حلوة بس بس؟ قصدي يعني قوي 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 قوي. ها؟ وده شجعني إن أنا أعرض عليكي إن إحنا ممكن نفتح قناة، أو نعمل مع بعض جورنال، أو مجلة، اللي أنت عايزاه. مرتبك هيبقى كبير جدا، مفتوح وبالدولار. قلت إيه؟ قلت إيه في إيه؟ لا طبعا موافقة، مش كده ولا إيه إنجي؟ موافقة طبعا. ها؟ بص يا باسل، إحنا أصحاب وانت غالي عليا جدا، بس الدولار كمان غالي علينا كلنا. بص ده شغل، وانا هطلب فلوس كتير قوي. كام يعني؟ 10000 دولار بس. 15 بس، عليا ب20، وهو ده اخر كلام على فكره. لا 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 لا، ايه كتير؟ لا خالص، ده قليل جدا. بصي يا انجي، احلى حاجه فيكي انك انت طول عمرك مش ماديه وما بتستغليش المواقف. بصي انت لازم يبقى لك مرتب كبير جدا 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 يليق بيكي. سيبي لي الحته دي، وانا بالمناسبه دي بحسد جوزك جدا انه اختارك والله العظيم، وانا هعمل لك مرتب سيبهولي انا هحدده. اوكي اوكي انا موافقه. خلاص يبقى احنا اتفقنا مش كده؟ مش اتفقنا؟ طبعا طبعا اتفقنا. بقى ايه؟ ناخد سيلفي الاتفاق. ممكن قبل السيلفي بس اخد شفطه معاكم من الليمون ده؟ ايه بعدين بعدين؟ شفطه. كاميليا، علي جاي النهارده عشان يصالحني وهنرجع لبعض، والنهارده مش عارفه اقول لك ايه يا كوكي. اهم حاجه ان هو عارف ان مفيش اي حاجه بيني وبين باسل. مش عارفه اقول لك ايه يا كاميليا، انتي احلى صاحبه في الدنيا. ايه؟ بعديكي طبعا. اوكي يا حبيبتي، يلا سلام. مبروك يا انجي، مبروك يا اولاد، مبروك عوده الاب الضال. هو مين باسل ده يا مامي؟ ها؟ باسل ده يبقى حبيبي الراجل اللي بيتصل ده. لا والله. ايوه يا باسل. الحمد لله. انت فين؟ على اول الشارع؟ طيب طيب اوكي سلام. ماشي ماشي، الحقيني يا جوجو. ايه في ايه يا حبيبتي؟ باسل، باسل جاي دلوقتي ومعاه عمال سباكه علشان يصلحوا الشقه. شقه ايه؟ وسباكه ايه؟ ما الشقه زي الفل قدامها. ازاي زي الفل؟ انت مش شايفاها غرقانه؟ قصدي يعني انا كده هطلع الكدابه زي ما قال سمير. مفيش غير حل واحد، اللي هو ان شاء الله بقى الشقه دي لازم تغرق في ثواني. تغرق ميه. تعال افتح الباب، افتح. اهلا يا باسل، شايف الشقه غرقانه ازاي؟ ايه ده ايه ده؟ سيبوا من ايديكم، العمال هيعملوا كل حاجه. طب حاسبي 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 يا خبر. ايه ده يا هانم؟ الا عمرك ما بلبطتي في الميه كده وانت معايا. يا الهول، كبريت البنت زي الشرف، ما يطرطش الا مره واحده. سمير، الله، انت فهمت غلط يا حبيبي، وعي ما تسخنوش، ده مش ناقص. وانتم واقفين بتتفرجوا على امكم وبتضحكوا؟ ناقص تسقفوا لها. علي، ما تفهمش غلط يا علي. لا يا هانم، الجمله دي قديمه قوي على فكره. روحي وانت طالع. انت بتطلعني؟ احنا مطلعين يا هبل. صحيح، معلش تاني، دي فرق التوقيت مش مشكله. معلش، الطلقتين في الراس يوجعوا. انت فاهم غلط يا علي. والله يا علي زي ما بقول لك كده، هو ده اللي حصل. يعني دايما هي اللي مظلومه وانا اللي بتنيل افهم غلط. عموما بقى انا محتاج وقت افكر فيه. يا سلام يا اخويا، اشمعنى دلوقتي يعني عايز تفكر؟ وساعة ما بتقول لها روحي وانت طالق ما بتفكرش ابدا. بصراحة انت تسرعت يا علي، يعني انت طلقت واحدة انت اوريدي مطلقها،
وبعدين عايز بقى ترجعها. لا ما ترجعهاش على طول كده، دي فرصة تعذبها وتبهدلها وبعدين خدها طلقها بعد الظهر، بلاش بالنهار. يا سلام. ايه ده؟ ايه الخيبة اللي احنا فيها دي؟ انت بتشجعها على ايه بالظبط؟ على فكرة بقى انت السبب. انا انا ما كنتش اعرف ان انا ليا تأثير قوي جدا عليك. يا سلام، اول ما دخلنا وشفتها لقيت في ودني يا للهول، قمت سخنت قمت مطلعها على طول. دي طبيعتي انا، كنت عارف ده كويس. يا سلام. هو مش حضرتك عمر الشريف برضه؟ عامل فيه ايه؟ مش هنسلم مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. مش هنسلم مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. علي وعلي وعلي الصوت، اللي هيهتف مش هيموت. علي وعلي وعلي الصوت، اللي هيهتف مش هيموت. من فضلكم من فضلكم، احنا جنب الهتافات اللي هنا لازم نهتف في كل مكان، في البيوت والشوارع، في المشاغل، في المصانع، حتى في المواصلات. صوتكم لازم يوصل لكل مكان. احنا لازم نقف جنب كل ست علشان تاخد حقوقها من الرجالة، تاخد حقها من ابوها وابو اللي جابوها، قصدي زمايلها، الناس اللي بتضايقها في الشارع. بالظبط، ده كلام عظيم. لازم كلنا نسمع الأستاذة إنجي، لأن إحنا لازم نحارب المجتمع الذكور اللي إحنا عايشين فيه، وحزبنا تحديداً مش هيسيب أي ست في مصر قبل ما تاخد كل حقوقها وتثبت وجودها. ما شاء الله، هايل هايل عظيم. الحقيقة أنا بدعمكم بكل قلبي ومعاكم لآخر المشوار. يعني إحنا متأكدين من الكلام ده؟ أصل الأستاذة إنجي الصحفية الشهيرة هتدعمنا بألمها من خلال المقالة اللي بتكتبها كل يوم، وهي يوميات زوجة مفروسة قوي. أنا ألمي اتعمل أصلاً علشان يطلع عين الرجالة، مش كلهم طبعاً. ايه ده كمالية؟ حالي بادي كرنب زبادي، حذر فذر يا استاذي. ده محشي ورق عنب ومحشي كوسه. واو، ده بقى كرنب. الله اكبر الله اكبر عليك، بجد بجد انا فخوره بيك حضرتك يا استاذ. يعني الحاسه دي مش موجوده غير عند كائن واحد بس، الكلب. نعم. لا لا لا، ما اقصدش ده انا اقصد. اتفضل اتفضل، يعني اقصد ان حضرتك يعني ده ولا شيف الشربيني. اتفضل. برافو يا كاميليا، برافو. تصدقي يا كاميليا وانا صغير كانوا دايما يدلعوني يقولوا لي يا شربيني. ايه ده، هو شيف الشربيني موجود من وانت صغير؟ نعم. انت عايزه يا كاميليا؟ استاذ انا بصراحه بقى زهقت من الشغل البسيط، انا نفسي تكلفني بمهمه يعني اثبت فيها ان انا صحفيه عظيمه، صحفيه قد المسؤوليه. يا استاذ يا استاذ ارجوك ارجوك اديني فرصتي، وطبعا كل ده تحت ارشادك وتنبيهاتك، واوعدك ان انا هكسر الدنيا. يا خوف لك كسر دماغنا احنا وكسر الكرنانه. بتقول حاجه يا استاذ؟ بص يا كاميليا، انا هكلفك بتحقيق صحفي جامد قوي، وريني همتك انت بقى. طبعا طبعا، انا تحت امرك. الله، حلوة قوي. دوق كده دلوقتي ده. بالراحة بالراحة، فظيع. حلوة بالراحة كمالي. بص يا كمالي، انا عايزك تعملي تحقيق صحفي عن النشطاء السياسيين ومصادر التمويل بتاعتهم الداخلية والخارجية، المعلنة منها واللي مش معلنة. بس كده؟ دي حاجة سهلة قوي قوي يا أستاذ. طب انت ما قلتليش ليه كده من بدري؟ لا يا كمالي، ده مش سهل يا حبيبتي، مش سهلة. انت لما تيجي تتعاملي مع النشطاء السياسيين دول، خاصة اللي ليهم مصادر تمويل من الداخل ومن الخارج، لا دول ممكن يلففوك حوالين نفسك. ايه يا استاذ؟ انت بتخوفني ليه؟ حضرتك المفروض تبقى سبورتي ليا ان انا انجح. حرام عليك، ما تعملش فيا كده. ما تخافش عليا يا استاذ، ده انا كاميليا. تفتكر يا استاذ كاميليا اللي لفت صوابع المحشي ده صباع صباع بمقاس واحد
حد يقدر يلفها؟ لا كمالي مش كله مقاس واحد يعني، في تخين ورفيع برضه يعني. بجد والله معلش بقى كنت مستعجله يا استاذ، معلش مش انا عايزه طلب صغير والنبي. والله ممكن حضرتك بعد بسم الله ما شاء الله وبالهنا والشفاء يعني تخلص طبق المحشي، ممكن ترجع لي اخر صينيه في جهازي؟ فنم ايه معنى كلامك ده؟ مش فاهم انا ايه خدت منك وما رجعتوش قبل كده؟ لا ما يعني حضرتك انا جهازي كله عندك في المطبخ. عندي في المطبخ ايه يا ماما؟ انت تعرفي جهازي ايه؟ اتفضلي يا ماما اتفضلي روحي دوري في المطبخ اللي عندك ولا في البوفيه اللي هنا. حاضر حاضر يا استاذ ما تتعصبش كده، عشان ما دقتش البتنجان ده بحبه قوي. ما دقتيش ايه؟ انت جايبه لي ولا ليكي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله، وانا بقول ايه الريحه الحلوه دي اللي طالعه من شقه انجي؟ طبعا يا جوجو، في بقى حد غيري انا وانتي هنا في العماره؟ منال خلاص سافرت وما بقاش فيه غير هبه ومرات مغاوري، ودول اكيد مش هيعملوا تشيز كيك. انا اللي عملت التشيز كيك دي يا طنط. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يا حبيبتي، كبرتي وبقيتي عروسه وبتساعدي مامي في المطبخ. وبتساعد مامي كمان في عمايل الكيك والبان كيك كمان. وانت يا استاذ سولي بقى بتساعد مامي في ايه؟ انا باكل الكيك بسرعه رهيبه. طبعا سولي متخصص مسح صواني. امال؟ طبعا في اي خدمه، لو عندك اي كيكه قولي لي بس وخلاص. مامي ممكن اطلع ادي لبابي حته؟ يا سلام، وانت من امتى بقيتي حنينه قوي كده؟ معلش يا انجي خليها تطلع، يمكن يعني عايزه تدوق ابوها الكيكه اللي هي عاملاها بايديها. يا سلام، ابوها يا حبيبتي ولا على باله، بياكل احسن اكل وفي احسن مطاعم ولا بيفكر في عياله اصلا. لا مامي على فكره بابا فوق في البيت. وانت عرفت منين؟ شفته وهو طالع. ايه ده؟ طب مامي عشان خاطري ونبي هطلع اديله حته. وانا كمان يا مامي عايزه اروح عشان عايزه العب مع بابي قوي وحشني. بقول لكم انتوا الاثنين احنا جايين نقعد مع طنط رجاء 10 دقايق وهنروح ننام عشان عندنا مدارس الصبح. بليز يا مامي بقى عشان خاطري. معلش يا انجي عشان خاطري انا يعني. خليهم يطلعوا له شويه. اتنيلوا اطلعوا، بس سيبي دي ما تاخديش منها، خدي من اللي عملتيها جوه واتحرقت من قعرها، بس اديله حته صغيره قوي. حاضر. هم 10 دقايق بس. حاضر. وترجعوا علشان عندنا مدرسه الصبح. اوكي حاضر. في ايه يا جوجو؟ ليه ضغطتي عليا كده قدام الولاد وخليتيني اوافق انهم يطلعوا؟ عشان عايزه اقعد معاكي ونتكلم على رواقه. على رواقه؟ ليه خير؟ انكل سمير فين؟ سمير جوه في العياده بيشرب القهوه مع شريف. انا عايزه اعرف بقى انت ناويه على ايه؟ ناويه على ايه في ايه؟ ناويه تعملي ايه مع علي؟ حبيبتي العده بتاعتك فات منها خلاص شهر. انا ولا يفرق معايا، ان شاء الله يفوت منها سنه، انا ولا اتهز. عده ايه اللي هتفوت منها سنه؟ العده كلها 3 اشهر. ايه ده بجد؟ بس انا ما يفرقش معايا على فكره، ان شاء الله كانت 3 ايام ولا يفرق معايا برضو، مش هرجع له. هو حاول يكلمك؟ هو حاول يكلمك؟ هو مين؟ علي حاول يكلمك؟ انت خاطر وانت يا أم. استنى بقى، مش احنا اتفقنا انت هتدربني على الصحافة مش على حاجة تانية؟ طبعا هدربك على الصحافة واخليكي خبرة كمان. انت شكلك خبرة، قصدي في الصحافة. ده انا هعجبك قوي. انت مش عجبتيني، انت خطفتيني. تيجي نطفي الشمعة؟ يلا. ما هو لازم يا انجي يا حبيبتي تلاقي طريقه عشان تخرجي نفسك من حاله الاكتئاب اللي انت فيها دي. اعمل ايه بس يا جوجو؟ اعمل ايه؟ كده يا جوجو؟
اعمل ايه بس، انا عملت كل حاجه، مساج صيني وعملت ريجيم كرومب واتنيلت الشايب وخدته، حتى عارفه الباديكير، احدى الصايحه بتاعت الباديكير دي اللي السمك الصغير اللي عارفاه ده، رحت عملته، ما خليتش. اعمل ايه تاني؟ لا يا حبيبتي، السمك ده عشان الناس اللي عندها فطر بين صوابعها وريحه تقرف. قالوا لي ده بتاع باديكير. لا غلطوا يا حبيبتي، غلطوا. بقول لك ايه، انا شايفه انك انت مكتئبه جدا، لازم تحاولي انك انت تعملي يعني نيو لوك لشخصيتك ولروحك، مش للمظهر الخارجي وبس. سلام. اعمل ايه يعني، انفخ شخصيتي سيليكون؟ لا انا ما قلتش على ال لا انا قصدي يعني شايفاك انت مكتئبه وعلي كمان مكتئب يا حبيبتي، انا عايزه افهم انتوا ليه ما بتحاولوش ترجعوا لبعض تاني؟ مين ده اللي مكتئب؟ علي. علي يا جوجو، والله انتي طيبه وقلبك ابيض. علي يا حبيبتي مقضيها شمال ويمين وهايس على الاخر، انتي طيبه. والله انتي اللي ظالمه، انتي عارفه علي مكتئب جدا، اخر مره شفته كان يا حبيبي كده زي ما يكون لسه خارج من السجن، شمعته انطفت. انطفت والنبي انتي غلبانه. اصحابي اصحابي يا جوجو، اصحابي يا حبيبتي. لا مش عايزه الشاي، مش عايزه الشاي. احسن علشان تبقي تدافعي عن علي. انا ناقصه، ما معايا يا سمير هاخد كمان شاي تاني، انتوا ناقصين. بص بقى يا باسل، انا قبل ما اوافق ان انا اشتغل معاك لازم بصراحه نتفق على كل حاجه الاول، لان انا عندي التزامات في الجورنال وكده. يعني انا هديك يا ستي قد ما بتاخدي من الجورنال 5 اضعاف. لا يعني بلاش تفرض عضلاتك قوي كده وتقول 5 اضعاف، انت متعرفش انا باخد كام، احسن تتدبس. لا لا خالص، انا ما يهمنيش الفلوس خالص، اهم حاجة عندي الناس، والاهم من كده بقى ان انا عايزك تبقي كام. بس لو سمحت من فضلك بلاش تسجيل، لان انا مش واخدة على الحاجات دي، علي كان يعني خالص منيح. وبعدين لازم تراعي ان انا لسه يعني في شهور العدة وكده. ليه؟ احنا اتفقنا ان انا هاجي واتقدم لك وكده. اكيد طبعا هتيجي وتقابل سولي وتطلبني من سولي؟ يعني عفوا يعني انا مش هقابل باباك يعني ويسالني انت بتشتغل ايه وبتقبض كام ومعاك في البنك كام وكده يعني. بابايا انا؟ بابا مالوش دعوه بالحاجات دي ولا تفرق معاه خالص، انا بابا يفرق معاه حاجه واحده بس، انت بتشجع انه فريق كوره. ده عسل. سكر. طب يعني العيال مش هيعترضوا يعني؟ بس يا باسل انا سوري، وماي اهم حاجه في حياتي، وانا حاسه ان انت تقدر تكسبهم بسهوله. لا ما تقلقيش، من ناحيه تكسبهم فانا هكسبهم جدا، يعني هدايا بقى والعاب وسفريات، وحتى هم لو حبوا يبقى مصروفهم بالدولار فانا جاهز يعني. بالدولار مره واحده؟ يعني الدولار وصل عدى ال 10 جنيه، يعني انت كده بتدبس نفسك. لا دبس نفسي ايه، ما تقلقيش، انا عندي هنا في مصر بس 3 مليون دولار ونص مليون يورو. بس هنا في مصر بس؟ لا يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني اللي هم لا حسد يعني. امال اللي بره مصر كام؟ بصي يعني انا عندي هنا مصاريف كتير قوي، انا بيتي بس بيصرف في الشهر 200,000 دولار بس. لا لعلمك انا بيتي بيصرف يعني اكتر من كده، حاجه بسيطه يعني. بس معلش يعني تاخذنيش بس السؤال كده غلس شويه، انت بتقبض كام في الشهر؟ لا بص انا عيني بارده حقيقي يعني. لا واضح جدا. واضح جدا حبيبتي، احنا ماشيين كده صح؟ لا لا احنا ماشيين صح الصح. مفيش احسن من كده الحقيقه. بس انت قمر بجد قمر. يا باسل قلت لك بلاش بلاش تسبل، لان انا بص لا انا هلبس النضاره عشان مش هستحمل. ايه يا انجي انت بقيتي بتكسفي قوي. لا انا طول عمري خجوله كده. تدريب ايه يا استاذ علي؟ الجورنال مليان صحفيين، تلات ارباعهم ما بيشتغلوش، وبفكر اسرحهم، تقول لي تدريب؟ بس البنت اللي بقولك عليها دي شاطره قوي يا جميل. حلوه؟
بقول لك شاطره، ايه علاقه الحلاوه بالصحافه؟ لا يا حبيبي، لازم الصحفيه تبقى حلوه علشان تعرف تزغلل العنين اللي بتعمل معهم احاديث وتاخد منهم الكلام اللي هي عايزاه. يا سلام، طب على كده بقى شغلت انجي وكاميليا ليه؟ دول ايه علاقتهم بالحلاوه؟ لا 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 يا علي، كاميليا كانت حلوه قبل ما تتجوز، انجي بقى احلوت بعد ما اتطلقت. انت عايز تحرق دم يا جميل؟ يا اخي انا بضرب لك مثل. يعني انت موافق ان انا ادرب سما؟ تدرب مين؟ انت كنتش فاكر نفسك منو الجوزيه؟ انا اللي ادربها. ليه؟ انت فاكر نفسك حسن شحاته؟ انا اللي جايبها يبقى انا اللي ادربها. الصحفيين اللي تحت تمرين دول مسؤوليه رئيس التحرير، هو اللي يدربهم، انت مجرد صحفي. يا سلام، انت عايزني اجيبها لغايه هنا وانت اللي تدربها؟ انت فاكرني ايه؟ يا سلام، امال ايه، انت جايبها تدربها على الصحافه ولا تدربها على حاجه تانيه؟ احنا اقسمنا على ميثاق شرف الصحافه وانت كده بتخالف القسم. يا سلام، وهو انا لازم اوافق انك تدرب الموزز بتوعك في الجرنان بتاعي وانا اللي ابقى ملتزم بميثاق الشرف الصحفي؟ خلاص يا جميل، انا هخليها تتدرب في اكبر جريده قوميه في البلد بعلاقاتي ولا الحوجه لحضرتك. وعلى ايه حضرتك بقى؟ انت خليت فيها حضرتك وبعلاقاتي كنت نفعت نفسك يا اخويا. طبعا النهارده احنا لازم نرحب بالاعضاء الجدد في حزبنا، وعلى راسهم الاستاذه الكبيره والصحفيه العظيمه الاستاذه انجي احمد اللي هتساهم بعقلها وبكتاباتها في رفع اسم حزبنا لاعلى مناصب واعلى اسماء الاحزاب في البلد. في الحقيقه انا بشكرك جدا يا دكتور باسل، وانا سعيده جدا ان انا بنضم لحزبكم الموقر، واتمنى اكون دايما عند حسن ظنكم. طبعا احنا حزبنا بيهتم بكل قضايا المجتمع، واهم حاجه قضايا الحريات، منها يعني حريه الصحافه، حريه المراه كده يعني. بما ان الحزب اسمه حزب الامانه، فاحنا هدفنا من هنا ورايح هي قضايا التربح واهدار المال العام. احنا هنلاحق المسؤولين المتربحين من مناصبهم، مش بس كده، كمان رجال الاعمال المتهربين من الضرائب، دي اموال الشعب. بالعكس انا عاجبني حماسك جدا، ويا ريت يعني كده تدعمينا بشغلك في الصحافه يعني. انت بتحرجني ولا ايه؟ هو في الحقيقة أنا ما بحبش خالص أستغل شغلي في الصحافة وأدخله يعني في أي حاجة سياسية، بس أنا مش هقدر أتأخر عليكم ولا على الحزب بتاعكم. أنا مستعدة أعمل كده، لازم البلد كلها تنضم لحزب الأمانة، أنا معاكم للآخر. متشكرين، أنت نورتينا والله. طب يا جماعة إحنا كده خلاص المؤتمر ده خلص، ويا رب كده نبقى عند حسن ظنكم، ودلوقتي تتفضلوا على حفلة الغداء. اتفضلوا. اتفضلوا يا استاذ. بوفيه ايه؟ كاميليا ايه؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انا جاية الحق البوفيه، ايه قصدي اغطي الحدث السياسي. ايه يا انجي؟ انت بتضحكي عليا، انا اول مرة اعرف ان انت ليكي في السياسة، بتخبي عليا يا انجي؟ أنا ليا في كل حاجة وأي حاجة إلا موضوع السياسة ده. يا سلام، وأنت إيه اللي جايبك طيب؟ شايفة الموز اللي واقف ورايا ده؟ دكتور باسل شاهين اللي كان بيدي المحاضرة، ده زميل الطفولة، هو اللي عزمني. يا بختك يا بنتي إنجي، طول عمرك محظوظة. مش ده برضه اللي جالك الجورنال؟ ده الفندق كله بتاعه. أيوة صح، أنت تعرفي عني إن أنا أعرف ناس أقل من كده. بس يا بنتي ده شكله معجب بيكي. ايوه هو فعلا معجب بيا، وانا كمان مخبيش عليكي معجبه بيه، بس هو يعني عايز يتقدم لي وانا لسه ما وافقتش. ليه ما وافقتيش يا انجي؟ طب بصي ما تضغطيش على نفسك، لو انت مش عايزاه خليه يتقدم لي انا. مش عايزاه ايه؟ في ايه؟ هو ساندوتش حواوشي؟ انت متجوزه حبيبتي، انت نسيتي ولا ايه؟ حسين هتروحي في كلابوش. ياه
شيخة ما ادوقيش حسين ايه؟ ده حسين نفسه لو عرف ان باسل شاهين بنفسه عايز يتقدمي هيطلقني ويديني الفرصة دي. ده مليونير مليونير يا انجي، ده بيعمل بوفيه كل يوم. يا سلام، والمليونير اللي بيعمل بوفيه كل يوم هيبصلك انت ليه بقى يا اختي؟ ليه بقى؟ ليه الحقد الانثوي اللي فيكي ده يا انجي؟ ايه الحقد اللي جواكي ده؟ ليه وحشة انا بقى ولا وحشة ولا يعني وحشة؟ والله يا قمر، والله يا قمر يا كوكي، بس يا حبيبتي انت عندك عيلين وعندك حسين. حسين ظابط. حسين؟ اه. اقص عليكي يا انجي، انا اتاخرت على البوفيه وانا ما طبختش النهارده، كنت عايزه الحق اجيب حتتين من البوفيه لحسين. لخبطتيني يا انجي، الحق البوفيه بقى. يا معفنه، هتجيبي لجوزك من البوفيه؟ يا ريتني كنت قلتها لك تجيب حاجه للعيال معايا. انجي مش هتغدى ولا ايه؟ اه طبعا. اتفضلي. سما، ايه؟ مش هينفع تتدربي هنا. ليه؟ هينفع تتدربي هناك. اصل بصراحة رئيس التحرير عينه منك وعايز قلة أدب. طب ممكن تخليني أقابله؟ بقولك عايز قلة أدب، تقولي لي عايز أقابله؟ اه يا سفلة. يا روحي أنا هقابله علشان أقنعه. لا ما هو لو شافك مش محتاج يقتنع، بس انا خايف عليكي منه، اصله راجل عينه زايغه. ما تخافش عليا، لو عينه زاغت هضربه كف بعد العينه. لو على ايدك كله، انا بعلاقاتي في النقابه اشغلك في اكبر جورنال في البلد. وعلاقاتك دي ما شغلتكش انت ليه في اكبر جورنال في البلد؟ لا اصل انا ما بحبش الجرايد الكبيره، أنا راجل معارض، أموت في المعارضة، أعز المعارضة. وهو الجورنال ده معارض؟ ده أنتوا بتعارضوا المعارضة يا روحي. لا يعني مش النظرية. سما بقولك إيه؟ كده مش هتعرفي تاكلي عيش معايا. مش أنا قلت لك إن أنا محتاجة؟ محتاجة إيه؟ محتاجة الضرب. وأنا كمان. خلاص يبقى تعالي لي بالليل وأنا هوريك التدريب على أصوله. ماشي. ماي سوني مايويا يا سولسول. الله، ولاد دول راحوا فين؟ يا ماي، معقولة يا باسل؟ معقولة لحقت وحشك؟ ما انت لسه موصلني. الو. ايوه يا باسل، وصلت بالسلامة. اه وحشتك. ايه يا بكاش؟ انا اه لوحدي. لا لسه ما قلعتش الجزمه، ما تحرجنيش بقى. انت بتهزر. وحشتك ايه؟ انا لسه سايباك حالا. ايوه طبعا انبسطت. اصلي اول مره انضم لحزب سياسي. ايه؟ طبعا بتعجبني. هو اي نعم يعني شكلك بقى احلى دلوقتي، زمان كنت مسلوع كده ووشك كله كان مناخير، بس الحقيقه دلوقتي بقيت زي القمر. طيب يا باسل ما تضغطش عليا والنبي، اصل مش عارفه افاتح صالي ازاي. اكيد اكيد هخليك تقابله وتتقدم لي، بس اديني فرصه شويه. لا لا لا، فلوس ايه يا باسل؟ فلوس ما بتفرقش معايا خالص على فكرة. انا اخر حاجة تفرق معايا الفلوس. الحقيقة علي كان مغرقني فلوس وذهب، وبعد الجواز كمان كان مغرقني، بس الحقيقة كان مغرقني شربات، شربات معفنة. يلا الله يكحمه بقى. اوكي ان شاء الله نتقابل بكرة. باي باي. باي باي. هادي الرجالة الحلوة. نهار السواح، نسيت اعدي على الاي تي ام ماشين. طب انا هجيب فلوس منين دلوقتي؟ المصاريف العيال. ماشي يا علي ماشي، انا هعرف اخليك تصرف على العيال ازاي. استنى عليا. اه وديني اوام وصلني، وصلني اوام وصلني،
ده حبيب القلب مستني. اهلا اهلا اهلا. هيا لولو، شفت ما تاخرتش ازاي جيت على طول؟ اموت في مواعيدك المحترمه. يا سلام، هو ده اول درس كنت اعلمهولك في الصحافه، احترام المواعيد. لا اذا كان كده قولي على طول وانا هاجي بسرعه. يا سلام، ومش جايه بايدك فاضيه كمان، جايلي معاكي زياره. انا جايه معاها الدرس. ممكن يا بيبي؟ ممكن يا بيبي. هو انا هديكي درس واحد؟ ده انا هديكي دروس. طب يلا بينا يا بيبي. الله الله الله، انت ايه اللي جابك؟ انا انت تايه ولا ايه؟ يعني انا تايه والجوز دول جايين قصد؟ دي عماره محترمه. بس يلا، هما ايه ما شافوهمش وهما بيسرقوا؟ ايوه شافوهم وهما بيتقسموا، انا واحده وانت واحده. لا دي مش اسمة عدل، انا الاثنين وانت تقعد تخدم علينا. ماشي ماشي ماشي، عشان ما تفضحش غور. يلا بابي على طول عنده ضيوف ومشغول، وانتي على طول يا اما بره البيت يا اما بتتكلمي في الموبايل. اعمل ايه بس يا ولاد، ما انتوا عارفين اني عندي شغل طول اليوم. طب ما انت طول عمرك عندك شغل طول اليوم، وعمرك ما بعدتي عننا قوي كده. انا اسفه يا ولاد، حقك عليا. يا ماما احنا بقالنا اسبوعين مش عارفين نعمل الهوم ورك. نعم يا اختي، انتوا كبرتوا خلاص، مفروض تعملوا هوم ورك لوحدكم. حتى نسيت يا ماما تديني فلوس الدروس، انا كده ممكن اسقط واخرج من المدرسه واشتغل بالية. انت بتتلكك تشتغل بالية؟ وانا كده يا مامي هبقى ببيع مناديل في الاشارات. يا سلام، ايه الافلام الهندي اللي انتم عايشيني فيها دي؟ بصوا بقى يا اولاد، انا في موضوع مهم عايزه اخد رايكم فيه. مادام انت عايزه رايي اتفضلي. قولي قولي يا مامي، أنا هفيدك بخبراتي. خبراتك؟ يا مصبر الوحش على الجحش. شوفوا بقى يا ولاد، أي راجل وست بيتطلقوا في نوع من الأمهات بيعيشوا عشان ولادهم، بيكرسوا حياتهم عشان ولادهم. الستات دول عادة بياخدوا الأم المثالية وهم عندهم 60-70 سنة. أنا بقى مش من الأمهات دي خالص. في نوع تاني من الأمهات بعد ما بيتطلقوا بيتجوزوا كتير قوي قوي، يعني راجل ولد تاني، تتجوز ده وتسيبه وتتجوز ده وتسيبه. لا ما تبرقوليش، أنا برضو مش من النوع ده. يا نهار اسود، أمال انت من أنهي نوع؟ من نوع تالت بقى. النوع التالت ده بقى غير الأولاني والتاني، النوع ده بيتجوز بس مرة واحدة كمان، ويا صابت يا خابت، أنا من النوع ده. أفهم من كده إن في عريس؟ ها؟ ردي على سؤال الراجل المسؤول عنك. ها؟ إيه جو رايا وسكينة دول؟ قولي قولي ما تخافيش. هو بصراحة بصراحة يا أبي سولي، أيوة في عريس وعايز يتقدم. يتقدم؟ يتقدم لمين؟ لأمك. أمنا؟ الكلام واضح يا سولي. بقولكم ايه بقى، انا مش فاضي للعب الامهات ده. معلش يا ابي سولي، يعني اديله فرصه، يمكن لما يقابلك يعرف يرشيك، قصدي يعرف يقنعك يعني. وانت عرفتي ازاي وامتى وليه والساعه كام وفين؟ ايه ده يا سولي على البنت، وترتها. بصراحه انتوا شفتوه قبل كده وقابلتوه، بس كانت في ظروف تانيه قبل ما يحبني. هو كمان حبك؟ هو الجواز لحد دلوقتي لسه في حب؟ ايوه ايوه، لسه في جواز بالحب زي الشوكولاته بالبندق كده. يعني افهم انك انت موافقه على الراجل ده؟ سكوت علامه الرضا يا سولي. يا جمال امي. انا ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اولاد اولاد الزهر لعب يا علولي. قولي لي بقى، ايه هو انت عايزه تبقي صحفيه؟ ده حلم من احلامي. وانا هحقق لك احلامك، بس خلي بالك انا باخد عدد ساعات طويله قوي في التدريب. ودي محتاجه تدريب، دي خبره. ومين قال لك انها خبره؟
يا علولي لو مش دي اللي خبره، مين اللي هتبقى خبره؟ دي علولي. اه اللي ايوه. انت متجوز؟ لا، ليه السيره الزباله دي؟ كنت متجوز بس خلاص بقيت انسان. قولي لي انت بقى ايه؟ انت متجوزه؟ طب وليه السؤال؟ عايز اعرف يعني متجوزه ولا مقضيها سفاله؟ طب اللي قولي يا علي، هو انت هتعيني بسرعه ولا بتتاخر؟ لا بتاخر. وانا بقى يا بيبي هتعين امتى؟ لا انت هعينك في وزاره الثقافه. خلوا بالكم ده الاستاذ، بس لازم تسخنوه شويه. اه سخنوه شويه. اه عشان انا عايز اسخن. يلا يا بيبي يلا بينا. انا ولعبت يا ايوه، واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة ايوه في سكة الاموال. اروح لاول واحد ايوه احتجت له في سؤال، قصرت ششتي ساعتها دواني جيت الحال. يا ولية يا أستاذة يا مدام يا عارف. بص عشان انت عارف ان وعيدي مظبوطة ولازم امشي بسرعة. ها بسرعة. طب انا علي بتاع جورنال. انا علي بتاع علولي. الصاحب ليه عند صاحبه ثلاث حاجات دي مش من ضمنهم، خد دي هتفيدك. طب اعمل بيها. طب خد. طب احطها فين دي ولا اعمل ايه؟ ادي يا حاجة. الله يخرب بيتك. ايه رأيك يا بيبي؟ عجبتني؟ عجبتني في ايه؟ الله يخرب بيتك. يا بيبي ده انا عملتها على روحي يا بنت الكلب. يلعب ابوك. يلا يا بنت الكلب. ده ايه الكوميديا دي؟ اه بص بقى، انا عايزك تطوق لي الفطيره بالجمبري. كاليماري، حط كاليماري على قد ما تقدر. حط لي 2 كيلو كاليماري في الفطيره. جبنه؟ لا 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 بلاش جبنه. الجبنه ما بتسدش. ركز على السي فود. لك فطيرة معايا؟ مش جعان ورب المعبود. انت راجل عايش لوحدك وتستحق الاحسان والشفقة والجود. ليه يا عم الحاج وانا من مصابين الحرب؟ بص يا اسامة، الفطيرة دي مش عادية، دي فطيرة لمصر. يلا سلام. مطلوب لك معايا حاجة؟ انت عايش لوحدك وعايز من غير ست يا عيني. طز في الجواز. طزين في الجواز، بس مش طزين في اكل الجواز. لما تروح البيت وتلاقي المدام حطلك طاجن العكاوي على السفره، شويه جوز الطيب كده من فوقيهم، طاجن عمال يبقلل كده، يا نهار اسود، دي حاجه تتعوض يا راجل. ما انا بطلب دليفري زيك كده بالظبط. لا لا حبيبي لا، ما تقارنش نفسك بيا. انا عمود الاكل بيجي لي كل يوم من البيت طازه. انا طالب فاست فود بس النهارده عشان مطبق ورديه. طب سيبك من موضوع الاكل دلوقتي وقول لي عملت ايه في اللي طلبته منك؟ الراجل بتاعك ده لسه بعمل عنه تحريات. كل ده بتعمل تحريات يا حسين؟ ايه يا علي؟ ده راجل تقيل، رئيس حزب معارضه كبير، عنده فنادق وعقارات واراضي، مش بيستاهل كده. طب ما سالتوش من اين لك هذا؟ واساله انا السؤال ده ليه؟ ده مش اختصاصي، انما انا اجيبه من قفاه لو لقيته بيعمل حاجه مخالفه للقانون. انت لو شفت العربيه اللي راكبها هتتاكد انه مخالف للقانون وفاسد كمان. بص يا علم، لو كل واحد راكب عربيه اخر موديل وفخمه وقلنا عليه فاسد ومخالف للقانون، البلد كلها هتبقى محبوسه. لا يا شيخ. والمصحف تيجي نطلب بسبوسه؟ حاضر يا عم، انا تحت امرك. هجيب لي ماما احسن شقه وهجيب لها احلى شبكه وادفع لها اغلى مهر. بص احنا ولا يهمنا ولا الشبكه ولا المهر، احنا بنشتري راجل. ربنا يخليك يا حبيبي. بس اوعى تفتكر انك انت بتشتري ماما. ها ساي في ايه؟ لم نفسك. حبيبي الراجل يعني عايز يشتري محبتكم. اه والله يا طنط. يا ايه يا طنط؟ طنط ده ايه يا حبيبي؟ طنط ده ايه؟ اتجننت ولا ايه؟ قصدي حمات يعني. حمات مين؟ الله ايه المصيبه دي؟ لا احب اعرفك برجاء جارتي وصاحبتي يا باسل. هو ما حدش قالك ان مامتها ماتت؟ لا والله يا طنط انا اسف يعني
الفاتحة بقى. فاتحة ايه؟ بقول لك ماتت من زمان. بص كلمنا راجل لراجل. اتفضل يا اخوي. انت ولا هتكون اول خطيب ولا اخر خطيب. ازاي يعني؟ بص قصدي العرسان كتيرة جدا زي كتب المدرسة كده، وكلهم بيدفعوا اكتر من التاني، وانا مضطر اعمل مزاد. ولد ايه سولي يا حبيبي؟ معقول عايز تبيع مامي في مزاد؟ لا، طالما هو شريكي يبقى لازم يفهم الوضع كويس، وانا عايز اعلى سعر. كده انا فهمت. انا مستعد اشتري وباغلى سعر وبالدولار كمان. لا الدولار ايه بقى؟ معلش يورو بقى عشان اعلى في السوق. دولار ايه ويورو ايه يا باسل؟ بتعوم على عومه. انتوا بتبيعوا تشتروا فيا. بص يا ابني، انا مامي عامله زي الذهب، بتعمل فول ميك اب لنفسها في ربع ساعه. انا مستعد اجيب لها طقم ماكيرات مخصوص ما يهمش الشكل، وهي احسن واحده تطبخ في العالم. هجيب لها طقم طباخين تحفه ومخصوص ليها بس، وما يهمنيش الاكل. وتقريبا كده تقريبا يعني ما عرفتش اي راجل في حياتها غير بوبي. ايه تقريبا دي يا سولي؟ ولسه بتحبه؟ ما حصلش. بص يا ابني، انا على طول مامي بتحب كل رجاله تجري وراها علشان بوبي يغير عليها، واي حد يجي جنبها يديله بالجزمه. بالجزمه؟ يا ابني انا فعلا بجري وراها دلوقتي، بس باباك مش جوزها عشان دلوقتي يغير عليها او يعترض او كده يعني. فاكر بقى يا سولي زميل مامي في الشغل لما كان بيعاكسها وبابي جاب له عهمس؟ بابي جاب له عهمس تديمة. ايوه، وفاكره الولد اللي كان بيمثل وخلاه يبطل يمثل؟ يبطل يمثل؟ ايوه، علشان غير له ملامح وشه. ولا بقى يا سولي جارنا المحامي لما دخل في غيبوبه، يا عيني لما قال لمامي صباح الخير يا صباح الخير يا انور. ده غير الناس اللي موتهم كتير. ايه ده؟ الكلام ده كله كذب على فكره. هو انا كنت متجوزه علي الطيب ولا علي الزيبق؟ ايه رجاء ما تقولي حاجه مش صح؟ لا طبعا صح. امال ايه؟ والا بقى كان علي زمانه دلوقتي يعني متشعلق في المشنقه او قاعد على الكرسي الكهربائي. لا ما هو بابي بيعمل الجريمه كامله، هيقتلك وهيتويك. في ايه؟ وهيداري جثتك. في ايه؟ محدش هيعرف هي فين. شيخ بقول لكم ايه، انا غلطانه ان انا اعتمدت عليكم انتوا الاثنين. اتفضلوا قوموا على اوضكم. اتفضلوا. يلا. تصدق انت صعبان عليا. يلا يا اخويا انا معاك. معلش بقى يا باسل، الاطفال انت عارف، بس انت تقدر يعني تطلبني من جوجو. حاضر. وانا تحت امرك، بس انا عندي اقتراح بسيط ويا ريت يعني تقبله. نخلي المهر بعد اذنك بالدينار الكويتي، سعره عالي قوي. حاضر. ايه موافق؟ موافق. ايه والله ما قصرت. لا يا حبيبتي مش قادره مش قادره. انا خدي خدي مش قادره. شفتي العيال عملوا ايه في الراجل؟ شفتي؟ مت على روحي من الضحك. يا سلام، وانا كنت هموت من الكسوف. وقال انا بقول له ايه؟ لا انا ما اقدرش اعيش من غير ولادي، زمانه طفش. لا لا لا، الراجل اللي يحب بقى ما يطفش ابدا. بس كانوا هيفطسوه. عارفه فكروني بفيلم ايه؟ دوتوري اوسني اوسني دوتوري. بس الحمد لله انقذناه في اخر لحظه. الحمد لله الحمد لله يا جوجو. بقول لك يا جوجو، انت طول عمرك بتحبي الاطفال وكان نفسك تتبني اطفال، طب ما تتبنيش ولادي شويه فتره بسيطه يعني مش كتير. انا بحب الاطفال لكن ولادك دول مش اطفال يا حبيبتي، ما يلزمونيش ابدا، اديهم لابوهم. يا حلاوه، ابوهم قلبك ابيض يا حبيبتي. ولو كان ابوهم رباهم كان رباهم واحنا مع بعض. اديكي شفتي اخره تربيته. اخره تربيته؟ ولما هو كان بيربيهم كنت انت فين حضرتك؟ مش عارفه كنت فين. ايه الاسئله المحرجه دي يا كوكو؟ ايه ده؟ هاتي البتاع ده. خد يا حبيبتي اتفضلي. ايه الحلو؟ شوفي كده. معقوله؟ انا والشيف راح. التحية بتاعك ده يا سي علي تبل وتشرب ميته. انا خلاص هتجوز باسل. ما تتجوزيه، يكش حتى تشغلي سواقه عندك، انا مالي. التحقيق بتاعك ده كله كذب في كذب.
باسل مش حرامي. لا حرامي، واخد اراضي من الدوله وضع يد ومتهرب من الضرايب. يا سلام، وايه مصادرك بقى؟ معلش انا ما بقولش على مصادر حد. ايوه بس انا مش اي حد، احنا زملاء. معلش خصوصا كمان زمايلي المنافسين. منافسين؟ انا منافسنا يا صحفي على ما تفرج. وانا لو صحفي على ما تفرج يبقى انت علاقتك بالصحافه زي علاقتك جبنه الرومي بالكنافه بالظبط. انا مش فاهمه انت حاططني انا وباسل في دماغك ليه؟ احنا ملناش اي علاقه ببعض دلوقتي، كل اللي يربطنا ببعض العيال وبس. انا بشوف شغلي. شوف شغلك يا علي، بس بعيد عني واياك تقرب مني. هو انا جيت ناحيتك؟ انت اللي اتهجمتي عليا في مكتبي يا مدام. حد سمح لك؟ ما تفوقي بقى. افوق؟ علي انت غيران غيران، والغيره هتاكلك كده. هغير منك ليه؟ هو انا بيني وبينك ايه؟ ياكش هم بس 10 15 سنه نكت في نكت. نكت في نكت؟ ده انت كنت مخليني شبههم مقوق من كتر ما كنت منكد عليا. الناس كلها بتقولي بقيتي قمر يا انجي وحلويتي كده بعد ما اتطلقتي. بينافقوكي، وبعدين تتجوزي تتطلقي ده شيء ما يخصنيش. وبالنسبه لباسل بتاعك ده ان شاء الله هيخش السجن على ايدي. تسجن مين يا حبيبي فوق؟ انت اخرك تلعب في الطين. باسل بكره هو اللي هيكذبك ويسجنك بسبب التشهير بيه. يلا يا مجنونه اطلعي بره مكتبي واعلى مفخلك اركبيه. حاضر يا علي، هطلع. بس عايزه افكرك ان انا برضو هتجوز باسل وهستمر في الحزب بتاعه، وهو هيبقى في حته تانيه خالص وهيقعدك في بيتكم. باي لولو. على فكره انت تخنين شويه. لولا اتجننت فعلا، هيبقى في حته تانيه خالص. ان شاء الله هتشوفه في جنينه الحيوانات. ايه القرف اللي هي مجنونه؟ الهاتف الذي تحاول الاتصال به ربما يكون مغلقا او خارج نطاق الخدمه، من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. تليفونه مقفول من الصبح، وتليفون الحزب محدش بيرد عليه. يا ترى في ايه؟ صدر قرار من النائب العام بحظر النشر في اي كلام في السياسه، ممنوع. ايه ده؟ ازاي ده يا فندم؟ ده مفيش حد في البلد ما بيتكلمش في السياسة دلوقتي، ده احنا عندنا 90 مليون محلل سياسي. الحمد لله الحمد، أنا الوحيدة بقى اللي ما بفهمش في السياسة. بعد إذنكم بعد إذنكم معلش، ركزوا اليومين دول، اكتبوا في الفنون، اكتبوا في الكورة. بالنسبة للكورة، بطولة أفريقيا هتبدأ خلاص يا أستاذ، يا ريت تديني تكليف أغطيها. تغطيها بإيه إن شاء الله؟ اغطي ال انا اقول لحضرتك يا فندم، انا اقول لحضرتك هو هيغطيها ازاي؟ طبعا هيسافر الجابون، فول بورداته، اوبن بوفيهاته. في ايه يا سامح؟ هو انت بتفهم في الكوره اصلا؟ يا خساره، يا ريتني كنت بفهم في الرياضه. يا سلام، امال بتفهمي في ايه؟ لا ازاي بقى يا استاذ جميل، انا بفهم في حاجات كتير قوي. سمعت اللي حصل يا استاذ جميل؟ خير؟ ايه اللي حصل يا استاذ علي؟ باسل شاهين رئيس حزب الامانه طلع حرامي. كذاب طبعا، باسل بني ادم شريف وعصامي. اهو عصامك ده سرق 5000 فدان من اراضي الدوله. عصامي؟ امال، والنيابه العامه امرت بالتحفظ على كل امواله وممتلكاته. المليون و300 الف دولار كلهم عصامي؟ جميل جميل، بص علي اعمل تحقيق من جديد على الموضوع ده. جميل؟ ايوه روحي امري. لا مش قصدي انت، جميل ايه يا استاذ جميل؟ ده بيقول لك عصامي، دي مصيبة. مصيبة ايه بس يا انجي؟ مصيبة ايه؟ عادي يا حبيبتي ما فيهاش حاجة. انت ليه محسساني يعني ان هو من بقية عيلتك؟ كان هيبقى من بقية عيلتها قبل ما يهرب برا مصر. هرب؟ عصامي؟ صدر قرار من النائب العام بمنعه من السفر، بس ابن اللئيمة خلع بدري، عرف فهم بسبب التحقيق بتاعي. قول كده بقى التحقيق بتاعك. لا يا استاذ، باسل بني ادم شريف، انما غيرتك العاميه هي اللي خلتك تشهر بيه. ايه يا استاذ انجي؟ يشهر بمين؟ بيقول لك صدر قرار من النائب العام بالتحفظ على امواله ومنعه من السفر. عصامي؟ ايوه عصامك. وحل حزب الامانه بتاعه اللي اوراقه مزوره. عصامي؟ انا بقول تستخبي بقى انجي عشان انت ملطوطه في الموضوع ورجلك ممكن تيجي، اصلك عدو عامل في الحزب، ده غير انك انت كنت هتبقي النائبه بتاعته. رجل مين اللي تيجي في الموضوع يا استاذ؟ ما تلم نفسك. طب انا يا علي فرحان كده ليه؟ انا مش فرحان، انا شمتان.
طول عمرك قلبك اسود وحقود. مين ده اللي قلبه اسود وحقود يا بتاعت حزب الامانه المنحل؟ المنحل هي حصلت؟ هي حصلت تطعن في شرفي يا ابن بديعه بياعه الصابون؟ هي حصلت تغلطي في اسم امي؟ يعني كل اللي همك انها غلطت في اسم امك؟ ايوه انا امي ما اسمهاش بديعه، انا امي اسمها سياده. بديعه احلى فعلا. ايوه فعلا. وبعدين انت ما فكرتش لثانيه واحده هم سموا امك سياده ليه؟ لا ما فكرتش. بقول لك ايه، على راي ام كلثوم انما للصبر حدود. انا لما اتجوزتك ما عرفتش انقي، ولما طلعتك ما عرفتش اربي، بس انا دلوقتي هربيكي. ايه علي ده؟ هي حصلت يا علي؟ حصلت تمد ايدك عليا؟ اصحي يا علي، ازاي تمد ايدك على واحده سياده؟ انت مالك انت؟ خليك في حالك، خليك في حالك، خليك خلاص. بس انا حلفت مش هسيبه بعد ما فضحني وضربني قدام زمايلنا، ورئيس التحرير قسم لنا 3 ايام. اول مره اعرف ان جد علي بيضربك. هو بيضربك ليه؟ هو فاكرنا سوسن؟ ساتر ساتر يا دودو، طالع لخالك. بس هو مش ضرب قوي يعني، هو كان بيضربني بورقه جورنان زي ما انتوا شايفين في الصوره. وعملتي ايه انا بعد كده؟ كنت متغاظه منه، متغاظه منه قوي يا دودو، وكنت عايزه اعمل له محضر تعدي. بس بصراحه لما قعدت كده وفكرت بيني وبين نفسي، قلت ان هو برضو انقذني من مصيبه كبيره كنت هقع فيها. مصيبة ايه؟ كنت هتجوز واحد نصاب، بس غيرته عليا انقذتني. وتأكدت كمان ان هو لسه بيحبني. يفرق ايه لو انتوا سبتوا بعض؟ يفرق ان الست بتحب الناس يبقوا معجبين بيها، وخصوصا لو الحد اللي معجب بيها ده هي كمان بتحبه. كنت لسه بتحبيها انا بعد كل ده؟ انا عمر حبي لجدكو علي ما قل ابدا، حتى بعد كل اللي عملوا معايا. طالما انتوا بتحبوا بعض كده، ليه ما رجعتوش لبعض؟ جدكو كان بيلف حوالين نفسه كده زي النحله، بيفكر ازاي يرجع لي. وانتي كنتي بتفكري في ايه؟ كنت بفكر ازاي اعمل له مصيبه. وحشتوني قوي يا ولاد، وحشتوني. هي مامتكم مش هنا؟ لا مش هنا، هتلاقيها لسه في شغلها وبتعمل مشوار. سوري. من هنا ورايح انت راجل البيت لازم تبقى عارف مامتك بتروح فين وبتعمل ايه. يا سلام، ما انت طول عمرك راجل البيت ولا عارف مامي بتعمل ايه ولا بتروح فين. بطل اللمضه اللي فيك دي. بابي احنا جعانين قوي. يا حبيبتي انتوا لسه ما اتغديتوش؟ لا. طب تعالوا. عايزين نطلع رحلة مع المدرسة للهرم. المدرسة هتلم من كل طالب 400 جنيه عشان تطلعوا الهرم ولا عشان تبنوا هرم؟ نبني هرم ايه يا بابي؟ عايزين نروح نزور الهرم. الهرم بتاع الجيزة؟ أمال هرم الطلبية؟ قلت لك بطل لماضة. هتدفع ولا مش هتدفع؟ طب ايه رأيكم بال 800 جنيه دولت أفسحكم في الهرم وجنينة الحيوانات والزحليق والمراجع وكل حاجة تتمنوها؟ لا 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 لا، احنا بنطلع رحله مع المدرسه، وكمان في الاسبوع الجاي رحله لجنينه الحيوانات وب 400 جنيه. جنينه الحيوانات برضو ب 400 جنيه؟ ده انا اجيب لكم حيوانات هنا في الشقه ارخص حبيبتي. لا يا بابي ما تتعبش نفسك، لما يجي العريس هنبقى نطلب منه. وبعدين دي بقت مزه والعرسان هيبقوا كده. لا راجل، يالا راجل. اتفضل. كنت 400 جنيه انت واختك اهو. بس بقول لكم ايه؟ ما فيش غير بابي واحد بس، ها؟ سامعين؟ بابي واحد بس. خد ماشي حالك بدوي. يلا بنتي احنا كوره مع بعض. اخلع بقى قبل ما الواد يرجع في كلامه. يا خرب بيتك يا هبه، يا صغننه على الطلاق وحلوه يا هبه، ليه كده؟ ليه يعمل معايا كده؟ ليه يا رب تعمل فيا كده؟ ليه هو يعمل كده وليه هي تعمل كده؟ وازاي انجي تعيش لوحدها؟ انا مش هسكت، انا مش هسكت، والمصحف ما هسكت. خلاص خلاص، في ايه؟
بصي عايزه اقول لك حاجه، ما تخافيش من انجي ابدا، بالرغم من المشاكل والطلاق وكل حاجه، هي مش شايفه غير راجل واحد بس، علي. انا مش خايفه من انجي، انت عارفه انا لو خايفه من انجي اقول لك انا خايفه من انجي، لكن انا مش خايفه منها، انا خايفه من المحروق على عينه شعبان، شعبان. خلاص يا حبيبتي خلاص، سمحت ولازم تقولي شعبان، لازم تقولي كده. بصي يا حبيبتي، احنا بقى نحاول نرجع الميه لمجاريها بين انجي وعلي، ونلمهم على الاولاد، وانت بقى تحافظي المحروق شعبان بتاعك. صباح الخير. صباح ال... في ايه؟ مالك يا انجي؟ ايه اللي حصل؟ ايه؟ في ايه مالك؟ ما انا زي الفل اهو، ايه المشكلة؟ انا بس قررت ان انا اعيش حياتي بحريتي من غير كيد وغير اللي في علي. انا قررت ان انا اشتغل واشتهر عشان اكسب فلوس واربي ولادي احسن تربية. صح. بلا رجالة بلا هم. بلا رجالة ولا بلا جواز؟ بلاهم الاتنين يا اختي، هما اللي كانوا اتجوزوا عملوا ايه؟ ما جالهمش غير السكر والضغط والقولون والفشه والطحال والمراره، وفي منهم بيجي لهم بواسير. ايه القرف ده يا انجي؟ اهدي بقى شويه علشان انا عايزاكي في موضوع خطير جدا. خير؟ انا بس عايزاكي في الاول تتملكي اعصابك وتبقي هاديه. تملك اعصابي في ايه يا كاميلا؟ لا مش على طول كده، الموضوع مش سهل يا انجي، لازم تبقي يعني زاده خبره وعقل كده. مش سهل في ايه يا كاميليا؟ وجعتيلي بطني. اهدي بس ان شاء الله خير باذن الله، ربنا يستر بس يا رب. في ايه يا كاميليا؟ اصل بصراحه يعني ها، علي كلم حسين امبارح وكان بيساله ازاي يقدر ياخد عياله بالقانون. ياخد ايه؟ ياخد عياله؟ هم عياله لوحده؟ ده انا كنت خدت روحه. اسمي حرام عليك ليه كده؟ انا اسفه خلاص ما حصلش حاجه. اسمعيني. ايه؟ هبقى اجيب لك واحد تاني، ركزي معايا. ايه؟ انت ليه فضلتي ساكته وسايباني؟ لوك 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 من ساعه ما دخلت، مش كنتش تقولي لي من الاول؟ ما انت داخله متعصبه. اقول لك ايه؟ يعني ما اقول لك كده خبط، لازم مش لازم اخدك واحده واحده، لازم اخدك بالتروي. تروي يا ونيله، دايما اديني زعلت. هعمل ايه انا دلوقتي؟ بصي بقى، احنا ما قدمناش غير حل واحد، استاذ جميل خريج حقوق واكيد بيفهم في القانون وزاد خبره. جميل مين؟ جميل. جميل بتاعنا رئيس التحرير؟ ايوه. بيفهم في الحقوق؟ اكيد. إذا ما كانش بيفهم في الصحافة هيفهم في الحقوق؟ إيه الخيبة الهوية اللي أنا فيها دي؟ كاميليا القليوب اتكسرت. يا رب، رب يهدك يا كاميليا. حبيبتي يا كاميليا. ندابة طول عمرك. شوف يا أنجي. أيوه. أنا هساعدك وهديلك ورقة بمفردات مرتب على، وهبين فيها إنه بيحصل على 40,000 جنيه في الشهر. 20! يرحمكم الله يا استاذ جميل. الله يرحمكم. الحمد لله. بص يا انجي، ساعتها بقى تقدري تطلبي منه نفقه محترمه، ده لو قدر يدفع اصلا. ايوه يا جماعه، بس احنا لازم في الاول نلاقي محامي شاطر. لا محامي ايه واستاذ جميل، هم هو مش حضرتك برضو خريج محاماه وبتقدير مقبول مرتفع ولا؟ ايوه يا كاميلا، انا خريج حقوق بس ما بحبهاش، عمري ما حبيتها يا انجي. ده حتى في طلاق ميسون اختي جبت لها واحد محامي صديق لي. يرحمكم الله يا استاذ جميل. الحمد لله، ارحمنا وارحمكم. طيب يا ريت حضرتك يعني نستعين بصديق، قصدي يعني تجيب لنا المحامي صاحبك ده. لا 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 انجي، لا لا لا، مرمطها مرمطها، جاب لها الطلاق بعد 10 سنين. يا ساتر يا رب. طبعا مش صاحبك. نعم. لا قصدي طالما صاحب حضرتك يبقى اكيد ما بيحبش المحاماه زيك يعني. اه مظبوط. بص يا انجي، انا اعرف محامي لو اديتيله 5 بواكي، 5 بواكي هيتشقلب في المحكمه. بجد بجد يا سامح؟ طب لو اديته 10 بواكي يعمل ايه؟ ممكن يخفي لي علي؟ جرى يا انجي، بقول لك محامي مش ساحر. لطافه. لطافه. استظرف كمان، يلا ما انا ناقصاك في الظروف اللي انا فيها. عرفتي؟ يرحمكم الله يا استاذ جميل. جرى يا استاذ جميل، احنا مش عايشين لك. خلاص يا جماعه بقى مفيش وقت، يلا بينا يا سامح. نروح فين؟ للمحامي. بقول لك ايه، انا ما انا بصراحه مش هقدر اجي معاكم المكتب المحامي. يا سلام، ليه بقى ان شاء الله؟ اصل بصراحه المنطقه هناك وحشه، وبعدين انا متخانق مع ناس هناك دقشموني وطحنوني قبل كده. طحنوني؟ ماشي قلب امك. طب ماشي يا سامح، هات العنوان وانا وانجي هنروح، واتذكر فيهم بقى يبقى يقرب لنا. اصيله اصيله وجدعه طول عمرك يا كوكي، مش زي ناس. ها؟ لا ده اصل انا معتمده على حسين، انا مش اصيله ولا حاجه. لا برضه أصيلة وجدع. عشان أرحمكم الله يا جماعة، أنتوا جايين تعينوني هنا ولا إيه؟ اتفضلوا على مكتبكم، اتفضلوا. ما
وايه ده؟ انت اللي عيتنا. ايه بالميكروبات بتاعتكم؟ احنا برضو شايفك عمال تلف وتحوم، سمعت كل الكلام، بتحط الطلبات دي كلها في ساعتين، خلاص؟ سمعت كله؟ خصم 20 يوم، بره بره. ايوه يا مزه، يا اهلا بالسياح. الحاره نتفت ودخلها سياح ياما. اخرس ياض، خليك في شغلك. انا خايفه يا كوكي، خايفه. بيقول سياح. اه عادي، ما احنا سايحين. خير يا حته؟ اكيد جايين الاستاذ بحبحه. طلاق بقى ولا خلع؟ يا مامي ردي عليه انت، ردي ردي ردي. حاضر. لا يا عتره، لا يا حبيبي، احنا جايين في نفق. فين بقى دلنا حبيبي على مكتبه؟ شاطره شاطره، وانت بيئه فظيعه. لا عادي، ما انا اصلي كده اصلا. هي لمؤاخذه صاحبتك قالت اسمك ايه؟ ها؟ إيه؟ لمؤاخذه اسمي كرداسه. محسوبتك كرداسه. اسمك كرداسه؟ ما قلتليش من امتى اسمك كرداسه؟ يا انجي تمويه تمويه، احنا جايين في عمليه تمويهيه. تموين ايه؟ تمويه. شوفي بقى، ده انا صرفه على الشغلانه جامد قوي. بصي صباح يا شقيق. مخدرات؟ يخرب بيت مخدرات، انت كده طالبه تحليل. مخدرات؟ هل يطلب بسببك؟ بقول لك عمليه تمويهيه. تمويه؟ عمليه تموينيه يعني ايه؟ مش فاهم حاجه. اسكت يا انجي، ما تقولي لنا مكتبه فين يا شقيق. المكتب اهو. ده ده اهو يا هبله. اه صدقي، امال انا صرفت كل المصاريف دي ليه؟ انا صرفت كل المصاريف دي ليه؟ طب لما مؤاخذه بقى اخد السيجاره ايه؟ خلاص هرجعها ناقصه. ما ولا قولي ايه؟ طلع ذوق معلش، عشان لازم ارجعها بقى. هيموتنا هيموتنا. بقى انا بقبض 40,000 جنيه يا جميل. سوري علي سوري. ما تخافش، هطلعه لك في ايدي حالا. بقى تدي انجي ورقه مكتوب فيها مفردات مرتب 40,000 جنيه. عايز تخرب بيتي يا جميل؟ هجيبهم منين؟ هشتغل رقاصة جميل؟ هشتغل رقاصة؟ رقبتي علي رقبتي. ما تخافش، هكسرها لك حالا وحطها لك قدامك على المكتب. علي ايه ده من فضلك؟ كل حاجة وليها حل. الحل اني اموتك. انا هحل لك مشكلة بك يا علي، بس اصبر. هتحلها ازاي؟ بعد ما خربتها فوق دماغي؟ اي يا علي يا علي، بص انا هروح معاك المحكمة واشهد معاك ان الورق اللي فيها مفردات المرتب دي اللي مكتوبه ب 40,000 جنيه فيها صفرين زياده، يعني انت كل مرتبك 400 جنيه. ايوه 400 جنيه بس، وساعتها ممكن اصعب على القاضي ويخلي انجي هي اللي تدفع لي النفقه. شفت بقى يا علي، شفت بقى انا بحل لك مشكلتك ازاي؟ اصيل يا جميل. ايوه حبيبي، بس زي ما انا بحل لك مشكلتك انت كمان تحل لي مشكلتي وتخطب ميسون اختي. كده انا ممكن اتحمل النفقه والمؤخر والمقدم وكافه طلبات العماره كلها. ماشي يا اخويا ماشي، روح بقى يا اخويا اتحمل النفقه. وعلى فكره النفقه يا الدفع يا الحبس. هي انسه ميسون بتحب شوكولاته نوعها ايه؟ شوكولاته ايه يا قديم انت؟ هتلاقيتين شوكي. يا جماعه لا إيه يا ولد، عيب عيب. ده بتعملوا ايه؟ النضاره؟ لا عيب. ايه يا انجي؟ ان انتوا ما تحطوش ايديكم في جيب في شنطه حد غريب. عيب يا ولد. في ايه يا استاذ؟ إيه؟ الله يخليك. ممكن تقول للولاد يطلعوا بره؟ مين دول يا استاذه؟ دول ولاد اختي وبيحبوا احضروا بس اجتماعاتي وكده. شربات دول ولاد اختي. طب ممكن لو سمحت تكلم المدام اختي تقول لها تنادلهم علشان ده ميعاد غدا. ليه خليهم دول شربات قوي يا عسل؟ يا استاذه عندنا في الحاره بياكلوا شقه واحده وبينشلقوا على طول. كلام كده بشلقه تاخدك يا بعيد. طب ممكن تقول لهم ينشلقوا يا حبيبي؟ ده شربات شربات. جرس الفسحه الداره. كانوا هيخطفوني. طعميه بحبحه بيه بتاع القضايا يا مترافع، عرفكم انس جوز اختي ابو العيال دي كلهم. ده ابو العيال دي كلهم؟ يا عيني اتاريه خلص. نهار اسود، امال لو بلغ هيعمل ايه؟ نعرف. تاكلوا طعميه سخنه؟ الله بحب الطعم
طب قولي لي انتوا كنتوا جايين في ايه؟ جايين في العربية حضرتك. حلوة، قالشة منك بس حلو. لا انا قصدي بقية الحوار اللي قالولي الأستاذ سامح. حوار؟ هو حضرتك صحفي زميل ولا ايه؟ قالشة برضو منك حلو. في الحقيقة انا جاية لحضرتك بخصوص قضية ولادي، انا عايزاهم يعيشوا معايا مش مع ابوه. طب انتي بقى بصي، خدي اكتبي لي رقمك هنا عشان نحفظ العيال شوية كلام يقولوه في المحكمة لو عايزاهم يعيشوا معاك. طيب هو حضرتك في أي حل تاني غير موضوع إن هم يجوا المحكمة دي؟ إيه؟ دليني الله يخليك. يعيشوا بقى مع أبوهم، ولا قضايا ولا محامين ولا محكمة. طب والله فكرة، ده باين عليه شاطر والله، ده شاطر حلها. انتي كمان؟ إيه؟ لا حضرتك أنا عايزة ولادي يعيشوا معايا. استاذ بحبحة، بقول لحضرتك ايه، ما تبحبحة على نفسك شوية كده وتجيب لك مساعد يوضب لك المكتب عشان تعرف تشوف شغلك. مكتب؟ والله العظيم يا استاذ الحمد لله انك شايفاه مكتب. وبعدين اليافطة اللي وراك دي مفروض تبقى على باب المكتب مش هنا. اليافطة؟ لا ده انا بس حاططها عشان افتكر ان انا محام. والله؟ يا لهوي العربية، احنا نسينا العربية برا. لو سمحت النمرة اهي. يلا احسن نطلع نلاقيها بقت حصالة. انتوا تطلعوا لو لقيتوا حاجة في العربية او حد خد حاجة رجعوا لي على طول. يلا يا انجي العربية. حاضر حاضر. هي سخنة، شكلها سخن بصراحة. عن اذنك عن اذنك. زباين الهم دول ولا ايه؟ طبعا رحت لمحامي واتكلمت معاه في موضوع الحضانة، بس اول ما اتكلمت معاه في حوار ال 40,000 جنيه مفردات مرتب ده، الراجل افتكرني باخدهم بجد وبضحك عليه عشان ما تفعلوش فلوس كتير. انت متاكد ان انجي هتعمل كده؟ امال مجنون وبيتهيألي يا سمير. انا حاسس ان في حد مالي دماغها عشان كده بتبعدني عن طريقها، بس نقبها هيجي على شونه. وانت عرفت منين ان هي بتفكر فيا؟ ايه قصدي يعني ان هي بتفكر في حد تاني؟ مالك خضتني؟ هو احنا تلامذه يا شعبان، بس وحيات اللي خلفوها ما هخليها تتهنى عليه، هفرمه بجزمتي زي الصرصار. يا عم مالك بس مالك متعصب ليه؟ ده هتلاقيه عيل تافه سيكي ميكي ولا يسوى. المهم المحامي عملت معاه ايه؟ اتفقت معاه على كل حاجه، بس عايز 30,000 جنيه، انا ما معيش منهم غير 10. ما معكش 20,000 سلف يا سمير؟ على عيني والله. انت عارف بس انا كمان ما اقدرش احرم العيال من امهم، وبعدين الفلوس يا ريت رجاء متكوشة جزء في البنك وجزء في الخزنة بتاعتها. يعني المحامي لو خد الفلوس هيجيب العيال من أمهم وإنجي تبقى عايشة لوحدها. أيوة يا شعبان. في إيه؟ ما رديتيش ليه؟ ده علي يا ستي. يا ستي ردي، يمكن في حاجة مهمة، ردي بسرعة. صح عندك حق. ردي. أيوة يا علي. اسمعي يا ست انجي، انا محدش هيحرمني من عيالي ولا يمكن هسمح يجي لهم جزء ام غيري. واذا كنت فاكره ان الورقه اللي عاملها لك جميل دي هتنفعك فانسيها. وبما انك بقى ناويه تلجئي للمحاكم فاشربي بقى. انا هوديكي في داهيه. لا في داهيتين ومن غير باي باي. داهيتين ومن غير باي باي علي؟ ايه قالك ايه؟ قالك ايه يا انجي؟ ولا حاجة، بيجر ناعم طبعا، بس مش هو اللي لجأ للمحاكم، خليه يشرب بقى. ماشي يا علي، ده انا هوديك في 60 داهية. لا داهيتين. هو اللي قالك هيوديك في داهيتين؟ حبيبتي لما تقلقيش. لا ده احنا هنوديه في 3-4. اركبي اركبي. سهلة قوي، وديك في داهيتين ليه؟ هي سابت وقال مفيش باي باي. مفيش، لا دي مش سايبة. يلا لا انا عايزه الباي باي، ماليش دعوه. ياما المحامي منبه علينا عشان
يا ابني هي مال المحكمه ريحتها حلوه ليه النهارده كده؟ ما احنا كنسين وماسحين يا باشا. بس يلا بسم الله الرحمن الرحيم نفتح الجلسه. نادي على القضيه الاولى. السيده انجي احمد. السيده انجي احمد. بونجور مسيير. انت فرنسويه يا هانم؟ نو با دو تو. مصريه؟ يس ذاتس ترو. طب يا ريت والنبي تكلمينا بالعربي. كل واحد وعلامه بقى حضرتك. السيد علي الطيب. السيد علي الطيب. يا رب ما يجي. المحامي بتاعك فين؟ حضرتك وطي صوتك، اصل هو مطبق من امبارح علشان يترافع قدام حضرتك. استاذ بحبح. بحبح قوم. بح دكتور بحبح دكتور في المحاماه، حاضر مع الاستاذه انجي احمد. اتفضل يا استاذ. هخليها منك ولا من الكرسي الضيق؟ خليكي من الكرسي الضيق بتاعك. خليني انا عارف انا هترافع ولا ايه. اديني فرصتي. انه من المؤكد سيدي القاضي ان المتهم وصل درجه السفاله والانحطاط. مزز طالعه مزز نازله ومفيش مراعاه خالص. سيدي القاضي هذه السيده الرقيقه كالنسيم الجميلة كالوردة المفتحة تغني الفرنسية مثل داليدا، فيها الإغراء مثل شاكيرا. دي عليها نطة حنطور سيد الرئيس كما ترى، ولا أمينة في الحنطور نفسه. أنت عايزة تتنازي عن حضانة الأولاد؟ Of course not. Pas du tout. أرجوكي من فضلك لو سمحتي تتكلمي عربي. معلش هو ممكن أخرج أبحبحه؟ هو إيه اللي تبحبحيه؟ خلاص اتبحبح. دي مامي عشان ترضي بوب يا سيادة القاضي معزمة نفسها، ولا بتاكل لحم ولا بتاكل خضار. شايف يا سيادة القاضي بتاكل في نفسها. يا حبيبتي يا مامي. ألبومك. الكل نصحها قال لها اتجوزي راجل يساعدك ورقعت بالصوت. يا لهوي. وقالت انا ولادي عمرهم ما يعيشوا مع جوزهم ابدا. وانا اللي اتجوز امي عادي يعني اقول له يا بوبي. برافو يا البومك. طب اتفضلوا اقعدوا. نادي على المدعي عليه. ما احنا نادينا عليه قبل كده، هي شغلانه. نادي عليه تاني. حاضر. اتفضل يا عم علي الطيب. حاسب حاسب رايح فين؟ يا جماعة حد يسنده يا جماعة. العتب على النظر يا ابني. أنا فعلاً كنت بكسب أكتر من 40,000 جنيه في الشهر. بس الفلوس دي راحت فين؟ ضيعتها على الفساتين والفسح والبواريك والمانيكير. دي كانت بتصرف أكتر من 10,000 جنيه في الشهر على المانيكير. دي لو كانت بتمحر تحت المانيكير مش هتصرف المبلغ ده. كدابة. ضيعتني وضيعت فلوسي وعايزة تضيع أغلى شيء في حياتي مني. ولادي ولادي. بس هم فين ولادي؟ فين ولادي؟ انت فين يا مي؟ انت فين يا سوري؟ سلامة. احنا هنا يا سلامة. واقف لماء. بحب الفيلم ده قوي. يا سيادة القاضي كل الكلام اللي بوبي قاله صح. ايوه يا سيادة القاضي وانا عايزة اعيش مع بوبي. تحب احبسك انت كمان؟ لو النبي علي. خلاص طيب احسن. سيدي القاضي ان هذا الرجل هذا هرقل هذا العتي 16 حصان
وهي نص حصان. في فرق في السرعات سيدي الرئيس. ايه يا ابني محامي الخلع اللي انت عملته ده؟ احنا هنا في قضية ضم حضانة اطفال. اقعد اقعد اقعد. سيدي القاضي، لن يختلط الزيت بالماء. اقعد. حكمت المحكمة للسيد علي الطيب بحضانة اولاده سولي ومي والزام المدعية بالمصاريف واتعاب المحاماة. رفعت الجلسة. لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ما حدش هياخد عيالي مني ابدا. لو علي خدهم هاكله بسناني. ماي سولي، قلب امكم ولادي حبايبي. في ايه يا مامي؟ في ايه؟ لا مفيش حاجة، مفيش حاجة. طمن عليكم، انا هروح اعمل لكم فطار. ها ماشي حبايبي. الست دي اوفر قوي. حضرتك الأستاذة إنجي أحمد؟ آه هي. عاوزين 3000 جنيه. لازم تمسحب من لسانك وتقول آه هي؟ آسف. بتوع إيه حضرتك ال 3000 جنيه؟ حضرتك الأولاد طلبوا ألعاب بلاي ستيشن ونضارات 3 دي والفاتورة باسم حضرتك. لا مش دفعة، لأن أنا ما قلتلهمش أصلاً يشتروا حاجة وما استأذنونيش. ادفعي بدل ما يعمل لك محضر في الاسم، اخلصي. ولو اتحبستي هنروح لبابي نطلب منه الفلوس وهو اللي هيدفع لنا. كده؟ كده يا سولي. ماشي يا ولاد علي، بتهددوني؟ ها انزل اعمل المحضر. تعمل محضر لمين يا لا اسلام فنان مخسر مخسر. لا لا حاضر 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 حاضر. عن اذنك فلوس يا هاني. روح اعمل محضر بقى. كده كده يا ولاد علي، وانا اللي كنت خايفه ان ابوكوا ياخدكم مني. توقفوني عليا بخساره، واقفين عليا بخساره بخساره. امشي. اه يا ولاد علي، 3000 جنيه وخرب بيت شكلكم. استنوا حاجه العب معاكم. سمير، أنا في حاجة مهمة قوي عايزة أقولها لك. إيه خير؟ في 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 حد في حياتك غيري ومتبهدل؟ حد إيه غيرك بس اللي في حياتي؟ لو في حد تاني في حياتي ما كنتش استحملت أبداً الوضع المهبب اللي أنا فيه ده. حبيبتي أنا بهزر معاك، أنت ما تبقيش الهزار أبداً. بص بقى، هبة مرات شعبان قالت لي إن مي وسولي بيسحبوا حاجات من شعبان ومش بيدفعوا الفلوس. طب ليه بيعملوا كده؟ أنا أي حاجة عايزينها مني بديها لهم، حتى فلوس بديها لهم. إيه ده؟ إزاي تعمل كده من غير ما تقول لي؟ أنا وعدتهم إن أنا ما أقولش لحد، والحمد لله أديني ما أقولش لحد. أيوه أصلاً أصلاً أنا كمان بشتري لهم أي حاجة هم عايزينها، وحتى كمان الفلوس اللي هم عايزينها. ازاي ما تقوليليش يا هانم؟ اصل الحقيقه يعني وعدتهم اني مش هقول لحد. دي كذبت يعني؟ احنا الاثنين كذابين. لا انا عايزه دي. بس فكر يا سمير، فكر هتعمل ايه؟ شفت يا هانم انانيتك واستهتارك وصلونا لايه؟ انانيتي انا يا بيه مهذب يا بتاع الحريم؟ انا برضو اللي بلبس وهتزوق عشان اعجب الرجاله وناسي عيالي. بقى كده يا علي، انا بتزوق عشان الرجاله وماله فيها ايه؟ بس بس ما خنطوني، حرام عليكم. انتوا كده يا رجاله، ما حدش منكم عايز يتحمل المسؤوليه ابدا، والاولاد الغلابه هم اللي مظلومين في النص. كفايه بقى.
كده بتعقدوا الامور مش بتحلوها. العيال كانوا عايشين معاها وما عرفتش تحافظ عليهم. انا هاخدهم منك وغصب عنك يا انجي وهحرمك منهم. لا يا علي مش هتعرف تاخدهم مني، واعلى ما بخيرك اركبوا. هتشوف انا هعمل ايه. اقعد اقعد يا اخي، مش قاعد اقعد. تعالى بس يا اخوانا، مش كده الحياه، الزوج والزوجه حد يشد التاني يرخي. شوفوا انا ورجاء ايه، هي ترخي انا اشد، انا اشد هي تفضل ترخي. سولي ماي، سولي. الله، انتوا لسه ما قمتوش برضو؟ اه يا ابني اه. انتوا يا اولاد يلا. الله، راحوا فين دول؟ سولي ماي. نهار اسود، بيكون علي عملها، عملها خد العيال. يا لهوي، ماشي علي، ماشي علي، حكلك جسمين. اثبت يا علي، ما تتحركش. تمام يا فندم، ما لناش حاجه جوه. يعني ايه ما لقيتوش حاجه؟ طب يلا يلا روح مع صاحبك على البوكس. تمام سيادتك، ما فيش حاجه جوه. يلا حصل اخوك على البوكس. يا نهار اسود. خلاص يا حسين، البوكس اتملى. خلاص يا علي، انا اسف يا حبيبي، اسف اسف يا بابا. اسف ايه؟ اسف ايه؟ انا عايزه ولادي منه. ولادك مش موجودين في الشقه، وادينا قلبنا عليهم الشقه اهو. ده انت، ده انا همرمطك. ليه بس يا حسين؟ انا عملت ايه يا حسين؟ مش دي صاحبتك اللي بتوصيني عليها؟ ده انا هلفف الكعب داير على البلاغ الكاذب اللي انت عملته لي ده. يا سلام، انت بتحددني يا حسين؟ انا عايزه ولادي منه، ماليش دعوه. طب اهدي بس يا انجي، يعني هو علي هيخطفهم ليه؟ ايوه، لان هو هددني بنفسه امبارح وقال لي ان هو هياخدهم مني باي طريقه. حتى كانت ساعتها سمير ورجاء موجودين، لو مش مصدقني سالوهم. اسالهم فين دلوقتي؟ بس ما تساليهمش. بس انا بقى عندي الدليل، لان مفيش اي حد يقدر يدخل ويخرج من الشقه دي غير البيت، لان هو اللي معاه المفتاح. حتى انتوا اكيد ما شفتوش اي اثار عنف. ايوه ده حقيقي، ما مراتك طلعت ذكيه قوي اهو علي، اما اللي كنت بتقولي عليها ليه كده؟ طليقتك من فضلك، مش مراته. طب شوفوا الست الذكيه دي بقى ادت المفتاح لمين؟ يا هانم، انت اديتي المفتاح لامي. ايوه دي ست غريبه. وابوكي؟ اه بس ده راجل كومل ومحترم. وام هليش؟ لا دي اللي مربياني. وهليش اللي ما ترباش؟ بس ابن الست اللي مربياني. ورجاء؟ اه اعترض بقى على جوجو. وعيالنا مي وسولي؟ اه تصدق هي دي الغلطه؟ انتوا بتتبرعوا بمفاتيح ولا ايه؟ فاضل مين في مصر معهوش نسخه من المفتاح؟ انا الوحيده اللي في مصر اللي معيش نسخه مفتاح يا انجي. حرام عليك، ده انا صاحبتك القديم. ده انت ما استخسرتيش في عليش. لا استخسرت بس يا كوكي. اها نسخة مفتاحك هي روحي، بس انا نسيت اديها لك. معلش يا روح قلبي، جلبتك لغايه. صح يا سبتي، معقولة نسيت؟ انا قلت برضه حبيبتي. بس اوعي تضيعيها. ها يا روحي، ميرسي. بص بقى يا مير، طالما انت جيت هنا بشكل رسمي، انا بقدم برضه بلاغ رسمي في الهانم انها ضيعت عيالي اللي هم في حضانتها. حصل. حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم، انتوا لسه هتقدموا بلاغات في بعض. حرام عليكم، حرام عليكم. شوفوا العيال المشرده فين دلوقتي يا حبايبي؟ يا ترى انتوا شبعانين ولا جعانين؟ عطشانين ولا مرتويين؟ بتبقوا مناديل ولا حافين؟ بردانين ولا متغطين؟ كاميليا، كاميليا، دول عيالي يا حبيبتي، ما بعملش اللي انت بتعمليه ده. اسكت يا انجي، اسكت. يا ترى انت في انهي شهره يا سولي يا حبيبي؟ يا سولي يا حبيبي كده اوفر يا كاميليا، اوفر. ولا انت يا مي بتشدي كلها تحت يعني كوبري؟ كلها في عينك بنتي متربيه. انا رايح ادور على عيالي. خدني معاك يا علي. اه يا حبيبي، بس انت طلعتي جدعه يا كاميليا، خليتيهم ينزلوا يدوروا على اولادهم بنفسهم. ياسين. ايه يا حبيبتي؟ تعرف ان الفيو هنا حلو قوي؟ ما تاخدينا شقه على البحر زي اللي يا حسين. صدقي صح، وحشتنا يا كيمو. لا ما تقولش كده، انا مش وقت عيني. يا غلط، ده انا هنفخك. ليه بس يا حسين؟ راح مين المسقعه بتاعتي يا بنت؟ حاضر. تمام يا فندم. انت غطسان جوه كل ده بتعمل ايه؟ يا فندم انا جايب لك الكبيره. يا فندم انا فندم بحاسه الشمن العاليه اللي عندي، اللي اقوى من الكلب البوليسي. توصلت لعلبه الكشري دي اثناء البحث. انا شاكك فيها يا فندم. ليه؟ شاكك تكون حمضانه. وريني كده. انت كيف كشري، كل وقول لي. بس ثانيه واحده بس، لا لازم تشوف.
الله ايه ده؟ ده حلو قوي. عجبك؟ حلو جدا. اجيب لك كماله؟ لا ادي الحلو. الحلو؟ ده انا حرصت لك الثلاجه فيها كريم كراميل ومعالي وكل حاجه. ناخدها ونعمل ايه؟ بلاغ حلويات عندنا في الايس. ايه اللي في ايدك ده؟ ده ايه ده؟ ده انا نسيت، دي قنبله لقيتها يا فندم. امسك يا فندم. دكتور بيتك، طب خد يا دكتور الرفاله. يا فندم هو انا خبير مفرقعات؟ انا علي عسكري وانت ظابط. البيتك يا ابن الشحت. يا رب ما تنفجر بصوت عالي اصل بتضايق. ده باور بانك يا غبي. بنك ايه يا فندم؟ النهارده السبت البنوك كلها قافله. تصدق قال انت لزمك نسخه من المفتاح؟ ايوه يا فندم، انا عايز نسخه اجي ادور على العيال دي من اول النهار. بس مش مفتاح الشقه. امال مفتاح ايه؟ انت عايز مفتاح انجليزي على نافوخ. لا يا فندم، لو في مفتاح عربي ماشي اصلا في الانجليزي شويه شويه يعني بزك كده. ضيعتي عيالك يا انجي، انتي السبب. ما عرفتيش تحافظي عليهم، كان كل همك نفسك وبس. ضيعت عيالك يا علي بسبب عندك وتصرعك. رميت المسؤوليه من عليك لانجي لوحدها. ردي علي، رد. ايوه يا حسين، لقيتوهم؟ لقوهم فين؟ لقوهم فين؟ طيب مسافه السكه وهنكون عندكم. لقوهم فين يا علي؟ انا اعرف كل حاجه هناك. يلا بينا. بيصلي كده يا حبايبي، كده تخدوا مامي عليكم بالشكل ده؟ مين كل الليل عليكم على شكل؟ عمي انت ايه اللي جابك هنا؟ الولاد دول لقيناهم في محطة السوبرجيت وكانوا ناويين يسافروا لجدهم، ولما جبتهم هنا اصروا ان جدهم هو اللي يجي يستلمهم. وبما اني حويت وعارف العك اللي ما بينكم، انا وافقت ان جدهم يجي يستلمهم. والولاد حكولي على كل حاجة. لما انتم مش عارفين تتفاهموا حتى لو كنتم منفصلين، ما تدخلوش الولاد بينكم. انا ممكن اخدهم يعيشوا معايا واعرف اربيهم كويس زي ما ربيتك يا ست انجي. ايوه جدو، احنا عايزين نروح معاك. ايوه احنا مش عايزين نرجع معاهم تاني. ماما وبابي مش بيفكروا غير في نفسهم وبس. حقكم عليا، حقكم عليا يا حبايبي. معلش انا اسفه. خلاص خلاص، حقوق لكم. عندك حق يا عمي، احنا فعلا انانيين جدا. معلش يا ولاد، اوعدكم ان من هنا ورايح مش هيبقى عندنا اهم منكم. ماشي، الظاهر ان انتوا اتعلمتوا الدرس كويس. انا هسافر انام في بيتي، بس مش هطمن الا لما الاولاد يكلموني ويقولوا لي ان انتوا انصلح حالكم فعلا. لا يا بابا، انت هتيجي تبات معانا. لا يا ست انجي، انت حباتي في حضن عيالك، ولو احتجت اي حاجه كلميني. وانت يا سعالي وصلهم وبخلي بالك من الاولاد. حاضر يا عم. انت اولاد ها، زي ما اتفقنا. حاضر يا جدو. اي حد يزعلكم اوعوا تسيبوا البيت، اتصلوا بيا وانا اجي لكم حالا. ماشي. يلا سلام. حبيبي الله يسلمك. باي باي يا جدو. نقفل بقى المحضر. المحضر اللي الهانم متهماني فيه؟ ده جدو لسه ما مشيش. انا اسفه يا علي. انا اللي اسف. انا اللي مدبه كل شويه عكه. افهم من كده انكم نويتوا ترجعوا لبعض، يبقى نقفل المحضر. في ايه يا عم انت؟ وانت بتتلكك؟ دي حاجه ودي حاجه. على ايه يا اختي؟ بتتلكي على ايه بلاميله؟ انتوا تاني؟ خلاص يا انجي، علشان خاطر الولاد انا موافق نرجع نعيش مع بعض تاني، وموافق على اي شروط تقولي عليها. يعني ايه بقى نعيش مع بعض تاني؟ ازاي؟ انا هقول لك ازاي. انتوا في الشهور العده، فينفع تعيشوا مع بعض في شقة واحدة، بس يكون في بينكم محرم. أنا موافق عشان خاطر المحرم، قصدي عشان خاطر الولاد. وأنا كمان ما عنديش مانع علشان خاطر الولاد. بس الأول عندي شروط لازم تنفذها. يبقى مش هنقفل المحضر. تمام يا سعادة الباشا. أنت إيه اللي جابك يخرب بيتك؟ ما أنا جاي لك في الكلام أهو يا سعادة الباشا. أنا يا فندم بحس الأمن العالي يضيق طرطل للمكان اللي مستخبي فيه ومخطوفين فيه الأطفال دول. فين يا ترى؟ في الصعيد يا باشا، عند مطاريد الجبل. عند مطاريد الجبل، الأطفال دول؟ أيوة يا باشا الأطفال دول. في الجبل عند المطاريد ها؟ أيوة يا باشا. معلش حضرتك، العيال دول؟ أيوة هانم، ده أنا شايفهم بعينيا اللي هياكلهم الدود ده. في مطاريد الجبل. في مطاريد الجبل. دول يعني. دول يعني. واقفين هنا. هنا دول. أكيد مش دول. لا يا فندم. ده انا هنفخك. ربنا يخليك يا والله ما له لازمه يعني، احنا بنعمل الواجب اللي علينا.